الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتورة أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قمه علميه كبيره في عالم تاخر الانجاب. الموضوع كمان مهم قوي الحقيقه. الاورام اللي فيها حاله مرضيه شديده الاهميه لانها شديده الانتشار ولها بعد اجتماعي مهم جدا، لان الورم اللي فيه كلمه مقلقه حتى في الدراما لما بيجي سيناريو يكتبوه الدكتور في يعني اللي بيقوم بدور دكتور يعني يبلغ البطله انت عندك ورم ليفي في خضه بتحصل وموسيقى تصويريه بتعلى، ايه يا ستي انت قلقانه ليه؟ ده ورم ليفي ده ورم حميد، ده كلاسيك في كل الافلام. ده معناه برضو ان ثقافه الناس في التعامل او فهم الاورام الليفيه اعتقد انها محتاجه تطوير كبير جدا. الاورام الليفيه ليها بعد يعني اجتماعي شهير جدا من ايام ما احنا كنا طلبه وكنا بندخل ناخد راوند النساء ونشوف البنت اللي عندها 20 21 سنه جايه بسيفير انيميا من النزيف العنيف جدا ومن الورم الليفي ورفضه رفض تام اهلها وهي انها كانت تتعالج لانها بقالها 3 سنين ولا 4 سنين بتشتكي من الاورام الليفيه وبتشتكي من النزيف، وصل الهيموجلوبين عندها مش عارف لكام، وترفض انها تذهب الى دكتور نساء لانها بنت. وده معتقد في العقليه العربيه ان طالما بنت انها تروح لدكتور نساء او دكتوره نساء وتوليد او تاخر انجاب ده شيء غريب، يعني شيء غير منطقي. البنت لسه ما اتجوزتش تروح لدكتور نساء ليه؟ ده في دماغ الناس. لما شفنا بقى حالات تانية تطورا، انا بفتكر بقول لكم التاريخ اللي انا شفته، ان بنت او ست بقى اتجوزت وعندها اورام ليفيه كتيره جدا وخايفه برضو تكشف ودخلت المستشفى بمضاعفات للورم الليفي واتحجزت وشفناها في الراوندات بسيفير بين الم شديد جدا. طب انت ما كشفتيش ليه وما روحتيش؟ قالت لا انا خايفه لا هيشيلوا الرحم. الورم الليفي في دماغ بعض الثقافات مرتبط بانها سيقول لها الدكتور او سيقوم بازاله الرحم، وطبعا دي برضو افكار خاطئه شديده جدا. وغيرها من الافكار والمعتقدات اللي ارتبطت بالاورام الليفيه وخصوصا كمان تاخر الانجاب. النهارده احنا هنفك الالغاز دي وهنتكلم على الاورام الليفيه، هذه الحاله شديده الشهره، وطبعا بلا شك سعاده كبيره جدا ان يكون الحوار مع قيمه علميه كبيره ومع اسم تاريخي عظيم زي المركز المصري للاطفال الانابيب، المركز المصري فخر للاسره العربيه المصريه والعربيه، بل اسم عالمي قدير بقياده اسماء عالميه نفتخر بها بلا شك. ضيفتي العزيزه اسم عالمي كبير واسم قدير هي طبعا الاستاذه الدكتوره منى ابو الغار، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، استشاري تاخر انجاب اطفال الانابيب بالمركز المصري، ودكتوراه امراض النساء والتوليد، استشاري الموجات الصوتيه في امراض النساء والتوليد، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر والجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه لامراض النساء والتوليد والجمعيه المصريه لامراض للخصوبه وتاخر الانجاب. ضيفتي العزيزه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اللي انا حكيته ده على فكره انا فاكره من سنه 94 صحيح، لان انا شفت الحالات دي لا انساها، وطبعا كانت صدمه بالنسبه لي ان انا اشوف واحده ست عندها هيموجلوبين 6 او هيموجلوبين 7 او 5 وجايه وبنت وبتاع،
واهلها يعني متوترين جدا جدا. هو عشان التسمية العربي غلط خالص يعني ورم ليفي فعلا زي ما حضرتك قلت حاجه مرعبه. بالانجليزي هي فايبرويد او فايبر يعني مايوما، ده مش ورم يعني. هي التسمية بتخلي الناس تتخض. هو ورم حميد من عضله الرحم كثير الانتشار، يعني يمكن فوق 50% من السيدات في العالم عندهم اورام ليفيه، وغالبا ما بيشتكوش، بنكتشفه بالصدفه كده عند فحص روتيني للسيده. فدي اول حاجه لازم نطمن العيانين ونقول لهم ما تقلقوش، يعني ده هي التسميه. انا حتى بقول لهم كده لما بيتوتروا قوي، بقول لهم على فكره التسميه بالعربي غلط، بالانجليزي هو مش ورم ولا حاجه. دي اول حاجه واهم حاجه نطمنهم. لكن هو حقيقي ممكن يعمل شكوى رهيبه للمريضه يخلي او للسيده، يخلي حياتها طبعا صعبه جدا، ويعمل دخول استقبال طوارئ ونقل دم طبعا اكيد يعني. هي طبعا الاوراق يعني اورام الليفيه ملهاش سبب، لكن ليها عوامل يعني ما نعرفش سببها. هي مرتبطه بهرمون الانوثه، يعني صعب جدا تيجي البنوته قبل الدوره ما تيجي، وصعب جدا يظهر ورم جديد بعد انقطاع الدوره. فبرضه ما نعرفش السبب ايه بالظبط، ولكن هو مرتبط بهرمون الانوثه. فطبعا طول ما هي في العمر بتاع الانجاب هي الاورام ممكن تكبر وممكن تبتدي تشتكي منها، وممكن قوي الورم يبقى موجود ويفضل عمرها كله لم يتغير حجمه زي ما هو وما اشتكتش منه عمرها. ما فيش قاعده الورم هيتصرف ازاي. في ورم يقعد العمر كله بنفس الحجم ولا تتاثر بيه وما تحسش بيه وما بيكبرش، وفي ورم تاني لا يعني بيبتدي يكبر، بيبتدي يضغط على تجويف الرحم يخليها تشتكي. في ورم صغير قد كده هو بيعمل لها الام ونزيف شديد لان مكانه في الرحم جوه التجويف او قريب جدا من التجويف. ورم تاني كبير جدا طالع من بره ما تشتكيش منه خالص وما يتعبهاش في حاجه. فهي الحقيقه ملهاش قاعده. وتعاملنا مع الاورام اللي فيها دايما بيكون على حسب شكوى المريضه، تشتكي من ايه نتعامل، لانه مش لازم خالص ان انا اي ورم ليفي اشوفه قدامي اشيله، لكن على حسب هي بتشتكي من ايه. مين الناس الاكثر عرضه للاصابه غير الناحيه العمريه؟ احنا قلنا الناحيه العمريه معروف ان يعني البشره السمراء يعني افريقيا هتلاقي فيها كتير اكتر. وطبعا زي ما شرحت ما بيجيش للسن الصغير قوي ولا يظهر واحد جديد ما بعد سن انقطاع الدوره. يعني اشهر الاعراض بقى اي اضطراب في الدوره، واشهرهم زياده كميه وايام الدوره او اللي احنا بنسميه نزيف مع الدورة. كل سيدة بيبقى ليها باترن كده، هي عارفة بتقعد كم يوم وكميتها قد ايه. اي تغير في ده، كمية زادت، عدد الايام زاد، ممكن يعني يرجح ان يبقى فيه ورم ليفي. ممكن يعمل الام برضو على حسب الموقع بتاعه، لو عامل ضغط او كده في الحوض. طبعا لو موقعه في حتة زي تجويف الرحم، المكان اللي بيغرز فيه الجنين، ممكن طبعا يبقى فيه تأخر انجاب. او ورم كبير قوي ضاغط على الانابيب، ممكن برضو ده يمنع ان البويضه تقابل الحيوان المنوي. لكن غالبا هو اهم شكوى هي اضطراب في الدوره، زياده في كميتها وفي عدد ايامها. ازاي نشخص بقى وجود الاورام؟ طبعا التاريخ المرضي، الفحص الاكلينيكي، ويعني اكتر وسيله احنا بنستعملها الموجات الصوتيه. يعني احنا كدكاتره امراض نساء ما نستغناش عن السونار ابدا. يعني بيقول لي كل معلومات انا محتاجه اعرفها، يعني مكانه وعددهم وحجمهم ومأثر على التجويف ولا لا، واقدر اشيله بالمنظار الرحمي ولا المنظار البطن، هل في مضاعفات حصلت منه ولا لا. ساعات بيبقى شكله بيتغير مع الحمل مثلا، شكله بيتغير، بيتحلل شويه، بيعمل الام جامده جدا، وتيجي العيانه حامل داخله في الاستقبال في الطوارئ بتصوت وعايزه مسكن، ويكون الورم الليفي مع الحمل هو السبب، لانه مع الحمل بيكبر حجمه، كميه الدم اللي بتوصل له بتقل، فيبتدي النسيج بتاعه يتحلل فيطلع كيماويات مؤلمه جدا. فالموضوع كله بيبقى عايز مسكنات، مفيش حاجه تانية تتعمل. كل ده هشخصه بشكله بالموجات الصوتيه. طبعا بنعمل فحوصات عامه نطمن صوره الدم، هل في انيميا بتعاني منها ولا لا، في اي ضاغط على الكليه او على الحالب، فعامل يعني دي الحالات بقى اللي هو بيبقى الحجم كبير قوي، فبرضه وظايف الكلى مهمه. يعني دي الحاجات الاساسيه اللي بنستخدمها. يعني هو مرض يلعب مكان وجوده دور مهم فيه، في توصيفه، في الاماكن، في كلمه اماكن دي مهمه قوي، والأماكن وراها كلمة برضو مهمة. هل ممكن مكان يكون أخطر من مكان أخطر؟ إذا جاز التعبير ده حقيقي، ده حقيقي. إحنا عندنا
يعني تقسيم كده تشريحي للورم على حسب مكانه وعلى حسب علاقته بتجويف الرحم، هل جوه التجويف او لامس التجويف ولا في العضله فقط ولا من بره. بالنسبه للخطوره بتاعه الشيل، مثلا الورم اللي طالع من عنق الرحم ده بيبقى في شيله بالعمليه بيبقى اصعب للجراح، لان انا في المنطقه دي ببقى قريبه من الحالب، ببقى قريبه من الـ 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 الشريان اللي بيوصل للرحم، فهنا جراحيا عايز يعني خبره اكتر شويه، وعايز الواحد يبقى عارف تشريحيا الورم مأثر على ايه، على ايه بالظبط. الاورام اللي داخل تجويف الرحم دي مهمه قوي، الجراح اللي يعني كتير منها بنشيلها بالمنظار الرحمي لابد يبقى جراح عنده خبره، لانه البطانه بتاعه الرحم دي ده نسيج دقيق جدا، ولو حصل فيه اي التهاب او شيلته بزياده ممكن البطانه تبقى يعني تروح، تبقى غير فعاله بعد كده، فلازم الواحد يبقى يعني حريص جدا هو بيشيل الاورام اللي فيها اللي داخل تجويف الرحم. متى اتدخل بالمنظار؟ متى؟ وهل هو منظار بطن ولا منظار رحم؟ احنا قلنا مثلا في اوقات ده واوقات ده. بالظبط كده. الورم اللي جوه تجويف الرحم بنسبه كبيره يعني اكتر من 50% من حجمه داخل تجويف الرحم، جراح مناظير شاطر طبعا يقدر يشيله تماما بشكل امن، ودي ميزتها ان مفيش فتح بطن، الاجراءات كلها عن طريق عنق الرحم بكاميرا بتدخل من تحت، فمفيش فتح بطن، مفيش عمليه من البطن، مفيش غرز، فدي طبعا ليها ميزه كبيره جدا. ممكن الاورام تتشال عن طريق منظار البطن، ممكن تبقى طالعه من العضله او طالعه من بره خالص، وده طبعا بالذات يعني دلوقتي بقى في خبره عاليه وبقى في ادوات يعني بتساعد جدا في المنظار الجراحي، جراح مناظير عنده خبره يقدر طبعا يشيل كتير من الاورام اللي فيا بمنظار البطن، ودي برضو ليها ميزه ان احنا بنسمي ده مينيمالي انفيزيف سيرجري، يعني ما فيش جرح كبير في البطن، العمليه مدتها اقصر، الريكفري يعني بتقوم بعد العملية بشكل سريع من غير ما تتعب زي ما تبقى عملية فيها فتح بطن وفترة طويلة نقاها. يعني في حالة تحتاج إلى تدخل جراحي غير كمان طبعا المزيد. الأورام الكبيرة قوي اللي هي عددها كبير قوي طبعا، وهنا ممكن التدخل الجراحي، الجراح يفكر انه يشيل الرحم تماما، لو دي سيده يعني وصلت لسن اكملت الاسره معاها عدد الاطفال اللي هي عايزاه، النزيف تعبها جدا مأثر على حياتها العامه، يبقى يجوز الافضل الاختيار يكون لشيل الرحم تماما، وهنا برضو الجراح بيشرح لها مزايا ده وعيوب ده، وساعتها يجوز يكون اسهل وافضل شيل الرحم. يعني إذا جاز لنا التعبير، الأورام اللي فيها موجودة في تقريبا في نص ستات العالم، فهي موجودة أكيد بنسبة كبيرة جدا في اللي عندهم تأخر إنجاب، صح كده؟ أو تتسبب هي نفسها في تأخر الإنجاب. ده حقيقي، ده حقيقي. طبعا هي أسوسيشن الأول، علشان كل ما العمر بيتقدم كل ما نسبة وجود الأورام بتزيد، فالسيدات اللي في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات نسبة كبيرة منهم عندهم أورام ليفية، لكن زي ما حضرتك قلت في أورام ممكن تكون هي السبب، زي الورم اللي فيه ورم 5 سنتي جوه تجويف الرحم، صعب جدا يحصل امبلانتيشن، يحصل غرز للجنين في اجواء فيها ورم ليفي كبير وحواليه طبعا بيبقى فيه شويه التهابات في البطانه بتاعه الرحم، فده طبعا بيسبب تاخر في الانجاب. امتى اقرر بان انا هعمل سواء اطفال انابيب او حقن مجهري لناس عندها لست عندها غالبا الاورام اللي فيها بتبقى اسوسيشن، يعني هي موجوده في سيده عندها مشكله اخرى ادت لتاخر الانجاب، يعني مثلا عندها اورام اللي فيها وعملت عمليه ازالت الاورام اللي فيها من فتره والعمليه تسببت في التصاقات في الحوض، وده وارد على فكره مع اي عمليه في الحوض مهما كنا حريصين والجراح كان متمكن، ممكن قوي يحصل التصاقات في الحوض بعد عمليه زي عمليه ازاله الاورام اللي فيه. في الحالات دي طبعا احنا بننتظر شويه بعد العمليه، ولو ما حصلش حمل وحاسين ان التصاقات تسببت في مشكله في الانابيب يبقى طبعا الافضل ليها انها تعمل حقن مجهري. في بعض الحالات تأخر الإنجاب الغير معلوم السبب، يعني ممكن الورم اللي فيه صغير ومش مأثر على التجويف ومفيش سبب واضح آخر يفسر هي ليه متأخرة، فدي ممكن يكون يعني أطفال أنابيب برضو تفيدها أكتر. يعني هل في عوامل معينة أو بمعنى صح يعني فاكتورز تزود نسب نجاح أطفال الأنابيب
والحقن المكياري في حال وجود أورام لفيت؟ هو الحقيقة كل الدراسات اللي بحثت هل في علاقة ما بين الأورام الليفية وفشل عملية الحقن المجهري يعني ما وصلوش لاتفاق واضح، ولكن كل ما عدد الأورام وحجمها يزيد في الرحم ممكن تأثر بشكل سلبي على النتائج. فدي دول سيدات احنا بنعملهم فحص كويس بالموجات الصوتية نحدد العدد والأماكن والحجم، ولو لقينا انه الورم مش مأثر على التجويف ولكن في العضلة وعددهم كبير كتير بننصح المريضة دي يجوز الأفضل أن انت تشيلي الأورام الأول علشان ده ما يأثرش بشكل سلبي على نتائج الحقن المجهري. طبعا الورم اللي جوه التجويف ده بدون شك لازم يتشال، لأن ده المكان اللي بيغرس فيه الجنين فده لازم يتشال. الورم الكبير اللي طالع من بره ومأثر على متابعتي للتبويض بتاع المريضة، مش عارفة أشوف المبيض من الأورام اللي فيها اللي مغطية المنطقة وحجمها كبير قوي وعمل لها ألام في الحوض وضغط في الحوض، وبعدين أنا برضو أنا بأعد السيدة دي إنها تحمل، فأنا عايزة الحمل يمشي شهور الحمل تمشي من غير ما تبقى تعبانة ومن غير ما يبقى فيه مشاكل. فلو في الحالة دي يجوز الأفضل ليها إن أنا أشيل الأورام أولا قبل لما أبدأ معاها برنامج الحقن المجهري. الحقن المجهري ولا أطفال الأنابيب ولا يتفقوا ولا الاثنين بيتعملوا بالنسبة اللي عندهم؟ هي الفكرة إن يعني هي تسمية الاثنين هو الإخصاب المعملي. الحقن المجهري بنلجأ ليه أكتر لما يكون في مشاكل عند الزوج، وأطفال الأنابيب لما تكون مشاكل أكتر عند الزوجة نتيجة لانسداد الأنابيب أو كده، لكن هما الاثنين مسمى للإخصاب المعملي. في أكثر الأخطاء شيوعا في التعامل مع الأورام اللي فيها بمختلف أنواعها؟ شوية برضو التسرع في العملية، يعني يعني أنا يمكن أنا عشان تخصصي تأخر إنجاب فببقى قلقانة قوي على الرحم وعلى أنابيب وعايزة أحافظ على خصوبة السيدة دي والآنسة دي بأي طريقة، فبالذات بقى لو كانت غير متزوجة أو لسه في أول الزواج أنا عايزة على قد ما نقدر نحافظ على الأجواء زي ما هي، وأنا عارفة أن أي تدخل جراحي ممكن يأثر بشكل سلبي. فدائما أبدا يعني نتريث كده وما نستعجلش في أن احنا ناخد قرار العملية، ونسأل دايما المريضة على الشكوى وعلى ايه اللي تعبها، ايه اكتر حاجه تعبها، بحيث ان لو انا اكتشفت من التاريخ المرضي ان اكتر حاجه تعبها مرتبطه فعليا بالورم لا ساعتها بنصح انها تشيله يعني. لكن لو مش عامل لها شكوى مش مأثر بشكل ما يبقى حقيقي مش لازم ان انا اتسرع او يعني انصحها بعمليه. ازاله الورم اللي فيه هل هي نهايه القصه ولا قد يعود الورم اللي فيه مره؟ طبعا ممكن يعود السيده اللي عند طبعا زي ما قلت في يعني في اجناس زي الافارقه وكده دول اللي عندهم استعداد الاورام بطبيعتهم شويه عامل وراثي، تلاقي الاسره السيدات اللي في الاسره دي كلها عندهم اورام ليفيه، هتحكي لك تقول لك ماما وجدتي الاثنين شالوا الرحم لان كان عامل لهم مشاكل الاورام ليفيه كانت عامله لهم نزيف وكده، فطبعا ممكن بعد شالهم يرجع تاني. فعشان كده الواحد لازم يعني لما ينصحهم بان هم يشيلوه يبقى حريص شويه يعني. لأنه هرمون الأنوثة موجود والست طالما عندها هرمون الأنوثة إذن هناك فرصة للرجوع. لذلك الجملة المهمة جدا وذلك في الثقافة الثقافة اللي احنا بنطرحها من خلال وجود حضرتك معانا واللي قد يستفيد منها الكثيرين، مش بس للمرضى مش بس للأسر اللي بتعاني بنتهم أو زوجته أو أخته من أورام ليفية، لا ده الشباب الأطباء الجيل الجديد اللي جاي من الأطباء إن هو يتخلى من العنترية الجراحية، ده تعبير اللي أنا اللي ألفته، العنترية الجراحية دي اللي أنا عايز أعمل عايز أشتغل عايز أدخل أنا واثق في إن أنا إيدي مش لا لازم يبقى فيه تريث ولازم يبقى فيه حكمة. لأن دكتورة منى هانم قالت جملة مهمة قوي، قالت إنك لازم تقيم الحالة وتبص تشوف شكوة المريضة إيه، شكوة المريضة هي التي تقودك مش ثقتك في قدراتك الجراحية ورغبتك وعنتريتك في انك تعمل جراحه وخلاص. صح كده؟ ده مظبوط. انا حطيت ايدي على جرح. نورتي وشرفتي. اشكرك. ضيفتي العزيزه واحده من سوبر ستار ميجا ستار هذا المجال الاستاذه الدكتوره منى بلغار، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه القاهره، استشاري تاخر الانجاب واطفال الانابيب بالمركز المصري العريق لاطفال الانابيب، وصاحب الدكتوره امراض النساء والتوليد من القصر العيني، استشاري الموجات الصوتيه في امراض النساء والتوليد، والجمعيه عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر والجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه والجمعيه المصريه للخصوبه. نورتي. اشكرك.
خليكوا دايما مع الناس الحلوه. تعمل لي عمليه في العضلات اللي حوالين العين. فانت هتفتح بقى وتطلع كده العضلات وتفتح العين كده وتطلع لي العضلات كده وتخلي العين بره كده بقى العين بره نصلحها ونرجعها تاني. الطبيب اللي بيقول لا يبقى في مثلا عين لا يرى بيها المريض ويكون عنده فيه حول مؤثر عليه نفسيا ويقول له ايه ما تعملهاش عشان لو عملتها ترجع تاني زي ما كانت. ايه الكلمه دي بتضايقني جدا، لان انت بكلمه حكمت على شخص انه يعيش حياته كلها بحول ومش عارف ان هو يتعالج وحاسس ان هو هيتعالج النهارده تاني يوم هيرجع الحول او بعد شهر، يبقى انا ما عملتش حاجه. هل الحول عمليته بتتعمل بالليزك او بالليزر؟ التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريبا كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسيا في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلا والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذا. بالظبط، لما يكبر هيتعدل. نوع من انواع الحول انا هعمله عند سن 6 شهور ونوع هاجله، انا مش باجله عشان انا خايفه من عمليه الحول، انا باجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول احسن في السن ده. الدكتوره هبه متولي استشاري علاج الحول للاطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال وعلاج كسل العين. دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال. Mom, my shoelaces. You can do it. Please. Okay. Two bunny ears, loop around and pull together. Got it? I don't want to be here. James, I want you to pick an artwork you like and tell me about it. Art is a wonderful thing and I want to enjoy it with you, okay? What do you say? See? Okay. Before you towers, a terrifying scene of war. Thousands of horses who break the grassy ground and the cavalry charge. Soldiers sporting blood red uniforms ride with valor in a fearless resolve to attack. Some blow military bugles, others raise their voice in a war cry. Mighty silver blades are exalted above their heads, leading up front a commander on a mighty white stallion. The beast's eyes were wide and ferocious, every muscle and vein pulsing through his skin. The commander rides the steed high, his face blazing with heroism. But still in his eyes, a glimmer of fear. For at the front line, survive. اهلا بيكم. الثقه اللي بتديها طبعا هنا مشهد انساني مهم جدا. طفل بيعاني من حول ووالدته لا ترى. بس الثقه الكبيره اللي بيديها الاهل للطفل اللي عنده حول دي اهم ثقه، ودي البيز اللي بيبني عليها كل حياته بعد كده، هي دي القاعده اللي بيبني عليها حياته. من أشهر الفنانين اللي كان عندهم حول، وأنا على المستوى الإنساني بحبه والمستوى الشخصي والفني طبعاً، هو يعني أسطورة أسطورة عبد الفتاح القصري. عانى كتير في حياته، سكر طبعاً، سود الدينا بالله لأنه كان مريض سكر بياخد إنسولين في أول حياته، والزهايمر بدأ يعني من هو، أنتوا عارفين القصة. لكن النهاردة حوار ممتع جداً جداً في عالم الحول للكبار والصغار، عالم ممتع للغاية مع قيمة علمية كبيرة واسم لامع في علاج هذا الأمر
علاج الحول، والهاء ليها دور مهم جدا. حاجه تانية هنتكلم عليها تاني مهمه كمان جنب الحول، هي ليها علاقه بالحول بشكل اكيد، لكن اسمحوا لي ان ارحب بضيفتي العزيزه، واحده من الاسماء البارزه في هذا المجال، الاستاذه الدكتوره هبه متولي، استشاري علاج الحول للاطفال والكبار والبيئه البيضاء وجراحات العيون للاطفال، علاج كسل للعين، صاحبه الدكتوره طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه القاهره، زميل الكليه الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الاوروبيه لعلاج الحول وجراحات عيون الاطفال، واحده من نجوم عالم الحول. اهلا بيك. اهلا بيك. من فتره طويله من سنتين بداتي حملتك لا للتنمر، صح كده؟ اه، ما تخبيش عينيك. ما تخبيش عينيك. ما تخبيش عينيك ولا للتنمر. اه. احكي لي بقى، زي النهارده من سنتين بدأت الحملة دي. النهارده وصلنا لإيه؟ هي يعني الحملة ما شاء الله اتكرمتي عليها وحاجة عظيمة. بالظبط، هي الحملة حملة توعية لناس اسمها ما تخبيش عينيك لا للتنمر، إن إحنا بنقول للناس، كل الناس بنعمل لهم توعية إنه مرض الحول أصلاً بيتعالج، وكل الانواع ومعظم الانواع بتتعالج، وبنرد فيها على، حتى انا طلعت مع حضرتك كذا مره، بنرد فيها على اشاعات خاطئه كتيره جدا في علاج الحول كانت بتمنع ناس من ان هم يتعالجوا. الحقيقه رد فعلها على الناس يعني والجمهور كان هايل جدا، لدرجه انه انا في ناس كتيره جدا جدا انا بسميهم ابطال الحكايه او ابطال الحمله، لانه كلهم كانوا بيجوا يتعالجوا يقولوا لي يا دكتوره هبه ارجوكي طلعينا في التلفزيون عشان نعلم الناس ان هو المرض ده بيتعالج، احنا ما كناش نعرف ان هو بيتعالج، ووري ناس نجحنا يعني في العلاج، يعني لدرجه انه الجمعيه المصريه لحقوق الانسان كانت جت وقدمت لي تكريم كده لطيف جدا في العياده، يعني علشان علاج الحالات واعطاء الناس امل بسبب حمله ما تخبيش عينيك لا للتنمر. فالحمد لله يعني الحمله نفعت حتى اللي ما تعالجش عندي، فهو برضو بيعرف ان هو يعالج، يعني ليه علاج، وبيتجه للدكتور متخصص في الامر ده يعني في علاج الحول، وبرضه بيلاقي العلاج ما شاء الله. وعموم مصر كلها يعني ما شاء الله في كل مدينه في مصر في ناس طبعاً متخصصه، جمعيه الحول او يعني جمعيه طب عيون الاطفال ما شاء الله قويه. بالزبط يعني بالزبط. ايه هو الحول اساسا؟ الحول هو عدم استقامه الجهاز الحركي للعينين، يعني ممكن عين تكون منحرفه للخارج او عين تكون منحرفه للداخل، عين تكون منحرفه راسيا فوق او تحت، يعني العين انحرفت عن مسارها المستقيم، ان هما العينتين يكونوا at the same axis. الحول طبعا مرض، يعني في الحول هو مرض، هو اضطراب في الجهاز الحركي للعضلات، فده مرض غير الحول الكاذب اللي هو مش مرض، يعني واحد عنده رسمة عينه توحي بان هو عنده شوية انحراف لكن تيجي تفحص تلاقي مفيش حول. ده الفرق بين الحول الحقيقي والحول غير الحقيقي اللي هو الحول الكاذب. ايه الاسباب بقى؟ على حسب الحول بيختلف في الأطفال عن الكبار، يعني الأطفال أنواع الحول كتيرة جدا جدا جدا، الكبار أنواع الحول يا إما حول يعني مهمل من الصغر، يا إما حول مكتسب بقى نتيجة أي ضعف أو خلل في أعصاب العين. الحقيقة من كتر بقى أسبابه وأنواعه أنا دايما بسهله للناس إن أنا أقسمه لهم من ناحية وسيلة العلاج، لأن هم يعني هم لا يعنيهم كل الأسباب، هم يعنيهم في الآخر أنا هتعالج إزاي، يعني هي دي الفكرة. العلاج الحول بينقسم لجزئين، علاجه في الأطفال أو علاجه في الكبار. علاجه في الأطفال في بعض الأنواع علاجها نظارة بس، في بعض الأنواع علاجها عملية فقط، وفي أنواع بعض الأنواع علاجهم نظارة وعملية، جزء نظارة وجزء عملية. بالنسبة للكبار كل أنواع علاجها عملية، يعني أكبر من سن 18 سنة أقدر أعمل حاجات كتيرة للحول عملية، لو الحول مرتبط بنضارة ممكن نعمل الناس ليزك، بس كل ده أنا بتكلم على بعد سن 18 سنة. يبقى كل الحول في الكبار علاجه عملية whatever كان نوعه إيه، لكن الأطفال هو لازم إحنا نفحص ونحدد ونقسم أنواع الحول ونشوف كل نوع حول علاجه بقى إيه من الثلاث وسائل اللي أنا قلتهم أو ذكرتهم. عايزين نعرف أشكال الحول وكيفية تشخيصه. الحول من الأمراض اللي بتعتمد على تشخيص الطبيب المتخصص في العيادة، يعني مفيش مثلا جهاز معين بيشخصنا الحول ندخل العيان فيه يطلع الحول متشخص، لازم نشوف العيان في العيادة المريض ونشخص الحول، لأن هو بيعتمد على تيست إحنا بنعملها دكاترة متخصصين في أثناء الفحص في العيادة. في حول داخلي ناحية الأنف زي الصورة، ده محمد ده لطيف خالص، عنده حول داخلي وده كان علاجه جزء نظارة وجزء عملية، وطبعا بعد العملية لبس النظارة للجزء بس بتاع النظارة، لكن في جزء طبعا صلحناه بالعملية. اسمه الأنسي ده، الحول الأنسي الداخلي. بالظبط.
في حول وحشي بقى. في حول ده برضو حول انسي ناحيه الانف. في بقى الحول الوحشي اللي هو العين بتنحرف بعيدا عن الانف، وده كل حالاته عمليه. بس النوع ده احنا بنختار وقت العمليه على حسب حاله الطفل وعلى حسب عمر الطفل. يعني في انواع انا بقول هعملها دلوقتي، وفي انواع بناجلها لبعد سن 4 و5 سنوات. يبقى ده برضو بنرجع نقول ان الحول في تشخيص وتحديد النوع والعلاج بيعتمد على فحص الطبيب وتقييمه الطبيب المختص في العياده. اللي احنا شايفينه ده يعني دي حاله مثلا احنا عملناها عند سن سنتين، مع انه يعني مش بالمعتاد ان انا بعمل حول وحشي قبل سن 4 سنين، بس دي حاله اضطريت الى ان انا اعملها لان نتيجه لمثلا تحكم الطفل في الحول، الحول هيأثر هيعمله كسل في العين. فده برضو بيرجع للتقييم، ممكن اشوف نفس الطفل واخره واجله، وممكن اقول لا خلاص تعالوا نعمله بكره. دي بس دي مثلا في حاله دي سن اكبر شويه. دي سن اكبر شويه، فخلاص بعد سن 5 سنين علاجه عمليه حول. العمليه هنا عمليه في العضلات، في العضلات بالظبط، مش في اي حاجه ثانيه، عمليه بالزبط. عضلات حوالين العين بالظبط. وده حول داخلي، هو علاجه عمليه فقط، يعني الطفل محتاجش نظاره، هو محتاج عمليه فقط. فده اللي بقوله، يعني نوع وبعده ايه وسيله العلاج. ايه الفرق بين حول الاطفال وحول الكبار؟ أنا يعني زي ما قلت لحضرتك، الأطفال أنواع الحول فيهم أكتر بكتير وبيحتاج تشخيص وحكمة في القرار. الكبار أنواع الحول بتاعهم يا إما حول مهمل من الصغر، وده طبعا برضو بنعمل له عملية، يا إما الحول المكتسب بقى اللي هو بيبقى معاه ازدواجية في الرؤية، وده من الأنواع اللي أنا بخاف منها ولازم أعمل له شوية تحاليل وأشعاعات عشان أعرف سببه إيه ونعالجه. يعني مثلا حاجه زي دي ده كبار، ده حول ده خلاص علاجه عمليه. حول وحشي علاجه عمليه، والحول طبعا بيتعالج في اي سن، في اي يعني سن ممكن اي سن نعالج فيه الحول. في شائعات او معتقدات ثابته في دماغ الناس عن الحول منذ القدم. اول هذه المعتقدات ان الحول مرض هنعمل له عمليه هيرجع تاني، العين هترجع تحول لي تاني. هو الشائعة دي من الشائعات اللي بتأخر علاج ناس كتير. يقول طب أنا هتعالج ليه ما الحول هيرجع تاني؟ الحقيقة في القصة دي إن الحول عمره ما هيرجع تاني بالظبط زي ما كان لو بدأنا العلاج صح، ولو عالجنا وشخصنا العضلات اللي فيها خلل صح ودخلنا عليها وعملنا لها وصلحنا الخلل اللي فيها، يبقى عمره ما هيرجع زي ما كان لو اتعالج صح. لكن في نسبة 10% من الناس بيحتاجوا خطوة تانية تكمل العلاج لو في بواقي بسيطة للحول، لكن الحول عمره ما هيرجع تاني لو اتعالج صح. يعني انا ما بحبش ابدا اسمع الكلمه دي. انا النهارده جايبه دي هبه، دي بنت لطيفه خالص، دي عملت لها عمليه وهي صغيره وجت زارتني بعد ما كبرت بكذا سنه وبرده ما عندهاش اي حول. فانا جايبه كذا مثال علشان الشائعه دي اللي برده الناس كلها يعني بتتمس، دي هبه بعد ما كبرت يعني تينيجر يعني 15 او حاجه في السن ده، هي احنا عملنا العمليه وهي عندها تقريبا سن 5 سنين او حاجه، بنوته زي القمر يعني. وعادي خالص ومفيش اي مشكله. فانا جايبه كذا مثال من الامثله دي عشان الناس تعرف ان هو مرض بيتعالج. ده عمران، ده طفل لطيف جدا. انا يعني كل الناس حافظاهم صح فعلا، يعني مرتبط بالمرضى كده ارتباط عاطفي. ما هو هيبقى لما كبر بعد سنتين اهو من العمليه، جاي كان جاي يزورني. ف يعني في مثال كمان لطيف لحد انا جايباه برضو، كان البنوته دي لطيفه جدا، انا يعني بعرضها دايما. دي كانت العمليه بتاعتها وهي عندها 7 شهور. 7 شهور. وبعدين لقيتها من اسبوعين ثلاثه كده بعت لي صورتها انها كبرت وفويس مسج وازيك يا دكتوره هبه وبتسلم عليه، فانبسطت جدا. فحاولت ان انا برضو يعني اوري للناس انه الحول بيتعالج ومش لازم يرجع تاني، ودي كلها اشاعات خاطئه يعني. بس الفكره الثانيه اللي عند الناس يعني اقل شيوعا من الاولانيه، يعني الاولانيه دي فكره ان الحول يرجع بعد العمليه دي ده بيرجع تاني، دي الفكره الكلاسيكيه اللي بنسمعها بقى من عشرات السنين بالظبط، وثبت انها فكره كاذبه بالظبط. لكن الفكره الثانيه دي اقل لكن اكثر يعني اقول ايه خضه للناس، ان هو انت هتعمل لي عمليه في العضلات اللي حوالين العين، فانت هتفتح بقى وتطلع كده العضلات وتفتح العين كده وتطلع لي العضلات كده وتخلي العين بره كده زي ما يكون موتور عربيه تاني. مش انت عارفه موتور العربيه لما نطلعه بره العربيه ونرجعه كده.
فانت هتطلعوا العين وترجعوها تاني ولا تعملوا ايه؟ الكلام ده برضو غير صحيح. العمليه الحول هي عمليه مايكروسكوبيه بنعملها تحت الميكروسكوب، بتستغرق نص ساعه تلت ساعه وما بنطلعش عين بره ولا اي حاجه، هي عمليه سطحيه وليس لها اي اعراض جانبيه ولا تترك اثر يعني. ليس لها اي اثار ولا تخرج العين ولم تخرج عين ولا ليها اي اثار جانبيه خالص يعني. هي مفيش اثار جانبيه. اقصى حاجه تحصل بعد عمليه الحول سواء للكبير سواء لحد عنده 80 سنه سواء لحد عنده 6 شهور، اقصى حاجه تحصل انه في نسبه 10% من البشر ربنا خلقهم هيحتاجوا خطوه تانية لعلاج الحول بزياده او نقصان 10%. وده كلام الابحاث مش كلام هبه، مش دكتوره هبه اللي بتقول كده، كلام الريسيرش الابحاث هي اللي قالت ان 10% من البشر عضلاتهم مختلفه، ردود افعالهم مختلفه، بيحتاجوا تاني عمليه مكمله للاولى. عايزه بعمل تجميع مره لحاجه اسمها بقى اكثر الاسئله سذاجه وهبلا التي اسالها انا يعني في البرانشات الطبيه كلها. فاللي هيتسال دلوقتي ده واحد من اكثر الاسئله سذاجه وهبلا في عالم الطب، بس لازم اساله لك. لا اساله ده اقسم بالله واحد من الاسئله الهبلة جدا. هل الحول عمليته بتتعمل بالليزك او بالليزر؟ السؤال ده مثلا ايه يعني كل الناس 20 مره في اليوم تقريبا. يعني هو يعني مفيش حول في العالم كله حتى الان بالليزر خالص. تقنيه علاج الحول تقنيه جراحيه بسيطه ليس لها اثر، لا يعني ليس لها اعراض جانبيه ولا تترك اثر. فبعض الاطباء بيقول للمرضى ان هو عملها بالليزر، بس طبعا ده يعني غير حقيقي. الحول ليس له علاج بالليزر، بس هو بعض المرضى لما بيشوفوا انه مفيش اي اثر العمليه يقعدوا يقولوا العياء الدكتور عملها لي بالليزر. هو الدكتور ما عملهاش بالليزر ولا حاجه، هي بس يعني جراحه ليس لها اثر في الاخر. واحد من الاسئله الساذجه هحطها بحط كده تجمعوا لي مره كده يا جماعه كل اسئلتي الساذجه جدا في كل برانشات الطب. لكن هل في اساليب بس حديثه؟ مهمه. طبعا يعني مهمه لان في ناس بتتعك عليها. طب هل ممكن نقول الاساليب الحديثه بقى ولا هي الكلاسيكيات في الجراحه ثابته دايما؟ هي يعني احنا بنقول حاجه الكونفنشنال او الحاجه التقليديه في علاج الحول وهي الجراحه حتى الان هي اكثر الوسائل فعاليه. اوكي؟ في بعض الحالات المعينه اللي احنا ممكن نستخدم لها بوتوكس زي حقن البوتوكس، زي مثلا حالات شلل العضلات الاعصاب اللي بتؤدي الى خلل في العضلات الازدواجيه، بعض الحالات ممكن نحقن لها بوتوكس وتكون يعني طبعا بيساعد جدا جدا في علاج الحالات دي. ولكن اكتر الوسائل الفعاليه دلوقتي حتى الان الطريقه الجراحيه اللي احنا يعني العلم بيطورها كل مره، ان هي تبقى جراحه مايكروسكوبيه، ان هي تتعمل بسرعه خالص، ان بعدها العيان يعيش حياته طبيعي، ما فيش اي ممنوعات بعد العمليه. نبتدي يعني في تطورات في تقنيه اجراء العمليه، لكن ما فيش تقنيات حديثه مختلفه عن جراحه الحول يعني لها نفس الفعاليه بتاعت جراحه الحول يعني اللي هي جراحه الحول. المده بتاعت الجراحه دي هي على حسب عدد العضلات يعني نص ساعه تلت ساعه. تلت ساعة؟ تلت ساعة في بعض الحالات. بتخدير كامل؟ يعني في ممكن تخدير كلي وممكن تخدير موضعي، بس يعني لو أطفال أو هنشتغل في العينين لا يفضل التخدير الكلي. بس طبعا في بعض الأطفال في بعض الحالات في الكبار ممكن نعملها تخدير موضعي. إيه الفرق بين الإجراء العملية في الصغار والكبار؟ الحول علاجه في الصغر بيحمي العين من كسل العين، من حدوث كسل العين. يعني احنا خلينا نتفق انه الحول ده انا اقدر اصلحه لحد عنده 90 سنه ما فيش اي مشكله خالص في اي وقت، بس الاصلاح بيكون شكليا وجماليا. لكن علاج الحول اثناء الصغر بيحمي الاطفال من فقد الابصار نتيجه لحدوث كسل العين الوظيفي. لانه انا لو اهملت الحول وجينا عالجناه لحد كبير الحول هيتصلح ويبقى شكل المريض هايل جدا، ولكن وظيفه العين هتكون اتاثرت نتيجه لاهمال الحول. انا حتى عندي كلمه يعني دايما جمله بكررها اقول يا جماعه لا يوجد اعراض جانبيه لعمليه علاج الحول، ولكن يوجد اعراض جانبيه لاهمال علاج الحول. طبعا. الانسان بيرجع يشوف يعني الرؤيه عنده بتظبط على طول، حياته الطبيعيه بيرجع يمارسها عادي. بس انا عايز اتك على الرؤيه بالذات، هو عيان الحول بيشوف ازاي اساسا؟ يعني رؤيته بتبقى ازاي؟ الزواج عنده هو احنا الحول الحديث المكتسب اللي مثلا واحد صحي من النوم لقى عنده حول، اللي هو بتكلم على الكبار، لازم يصاحبه ازدواجيه. لانه الكبار ما بيقدروش يعملوا ايه؟ يتجاهلوا الصوره الثانيه. الخطوره في الاطفال ان اللي بيحصل له حول في الطفل
بيبتدي يركز على العين السليمة والمخ عنده القدرة انه يتجاهل العين المنحرفة فبيحصل فيها الكسل. فعشان كده احنا بنخاف من الحول في الأطفال، ان هو ممكن يؤدي الى كسل. الكبير الحول المكتسب الجديد، الجديد مش بتكلم على الحول المهمل من الصغر، انا بتكلم على الحول المكتسب الجديد، هيفضل يشوف صورة ازدواجية مزدوجة. طبعا معظم الحالات ممكن ما يشوفش صورة مزدوجة، لان معظم الحالات بتبقى مهملة من الصغر، او عنده حول متقطع وهو مطنشه، فده ما بيشوفش صورة مزدوجة يعني مزدوجة. انا بتكلم على اللي بيصحى من النوم يلاقي عنده حول. ده معناه ان لو اهمل الحول من الاطفال او عنده عين ما بتشوفش حول. معظم الحالات بيبقى عنده عين بتشوف وعين لا، لو اهمل علاج الحول. دي في السواقة خطرة جدا. هي كمان زي ما احنا بنقول، هي الحول علاج الحول بيحافظ على مستقبل الطفل كله. الطفل لما بيجي يكبر يبقى عايز يطلع رخصه، مش هيعرف يطلع رخصه علشان عنده عين ضعيفه وعين قويه. وكذلك حتى الكبار بتتحكم في الكارير بتاعه، بيتحكم في الشغل اللي يقدر يختاره والشغل اللي ما يقدرش، يعني ايه الحاجات اللي يقدر يقدم لها اللي عمل فيها والحاجات لا. يعني الحول بيأثر على كل البشر سواء طفل او كبير، بيأثر عليه طبعا وعلى ثقته في نفسه وعلى تقبل المجتمع ليه وتقبله لنفسه، يعني حاجات كتير. يعني ايه افضل توقيت لاجراء عمليه الحول، ولا بتختلف من حاله لحاله؟ بتختلف على حسب نوع الحول، يعني احنا بنشوف ونشخص النوع ونختار الوقت المناسب لكل نوع. يعني على حسب نوع الحول، وعلى حسب هل الحول ده يؤدي الى كسل عين او هيأثر على وظيفه العين عند الطفل او ممكن ناجله. نورتي وشرفتي. وعايزين ننهي بلال التنمر تاني، يعني قولي لي بقى لال التنمر ناويه تعملي فيها ايه تاني؟ مستمرين احنا مستمرين في التوعيه، على سواء على السوشيال ميديا سواء في اي برامج بطلعها التوعيه، ما تخبيش عينيك ما تخبيش عينيك، ف يعني مستمرين عليها، لانه حقيقي في ناس كتيره تدخل العياده تقول لي دكتوره هبه ما تخبيش عينيك، مش هنخبي عينينا تاني، فبتبسط بيهم جدا. ف يعني انا ثانك يو. طبعا احنا بدانا الحمله دي في برنامج حضرتك دكتور ايمن، وشكرا ليكم جميعا، وبس، وان شاء الله يعني ما تخبيش عينيك على طول. ما تخبيش عينيك، وان شاء الله مزيدا من التكريمات على ده وغيره. ويعني شيء رائع جدا انه انت عملتي حاجه حلوه خالص، وهي نقل البراكتس العلمي الطبي لشكل مجتمعي، يبقى له ابلكيشن مجتمعي. كل واحد في برانشاته، كل واحد في طب في مجاله. اللي في السكر يعمل دوت، واللي في العيون زي ما انت عملتي تمام، واللي عندهم الامراض في اللايجو مثلا في الجلديه، لا للتنمر من الجلديه، من امراض الجلديه. لا للتنمر من الشورتج، قصر القامه، ان انا بقى اطلعه من الحاله، مش لا للتنمر واسكت. بالظبط. يعني أيوة واسيبه، يعني ما عملتلوش حاجه وعملت لا للتنمر، ده مش الشغل اللي احنا عايزينه. الشغل اللي احنا عايزينه لا للتنمر، بان انا احط ايدي معاه وانقذه من هذه الحاله. بالظبط، ان انا اوجد له حل. بالظبط، عالجه. بالظبط، حقيقي. نورتي وشرفتي وابدعتي. ضيفي ضيفتي العزيزه، واحده من نجوم عالم العيون، الاستاذ دكتوره هبه متولي، استشاري علاج الحول للاطفال والكبار، مياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال وعلاج كسل العين، وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون من جامعه القاهره، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه، وعضو جمعيه الاوروبيه لعلاج الحول وجراحات عيون الاطفال. دايما بتنوري الناس الحلوه. خليكم دايما مع ناس حلوه. ما المقصود بالتنمر؟ كلمة التهاب العصب في العموم أصلا تعني فقد جزئي أو كلي، زي ما حضرتك أشرت كده، للغطاء اللي هو غطاء المكان مادة الميالين للعصب، وده اللي هو الجزء المسؤول عن توصيل الإشارة من المخ إلى الأطراف أو العكس. فالفقد الجزئي أو الكلي ده معناه التهاب العصب، وبالتالي أصلا ما يحصل فقد جزئي أو كلي للغطاء المكون من مادة الميالين، بيحصل تعطل أو تأخر في الإشارة العصبية اللي واصلة من الدماغ للأعضاء. الأستاذ الدكتور صبري محمد السايس، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، دكتوراه أمراض المخ والأعصاب، ماجستير أمراض المخ والأعصاب، عضو الجمعية الأمريكية للأعصاب، عضو الجمعية الأوروبية للأعصاب، عضو الجمعية المصرية للأعصاب والطب النفسي، عضو الجمعية الكويتية للأعصاب والطب النفسي، عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي
بالتأمين الصحي. لكل مصاب بمرض مزمن زي السكر أو الضغط أو أحد الأمراض المناعية زي الذئبة الحمراء والهربس وفيروس سي أو بأورام الأعصاب أو مرضى النخاع العظمي أو اللي عندهم مشكلة في الكلى أو الكبد أو اللي مصاب بقصور في الغدة الدرقية وكل اللي يخضع للعلاج الكيمائي أو يعاني من خلل في نسب المعادن في الدم أو نقص مستويات فيتامينات الجسم، لكل اللي عنده تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، لكل المذكورين في هذه القائمة مع الأسف أنت مرشح للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية. لكن لا تنزعج، فزيارتك المبكرة لطبيب المخ والأعصاب تفرق كتير بصورة إيجابية في طريق الشفاء. أهلا بكم. من أكثر الأشياء أهمية وأيضا من أكثرها إزعاجا للمرضى وخصوصا مرضى السكر وأيضا مرضى لعديد من الأمراض، تدخلات دوائية وتأثيرات دوائية، هي التهاب الأعصاب الطرفية البريفرال نيوروباثي. وخلي بالكم كلمة نيوروباثي تختلف عن نيورايتس، كلمة أعم لأنها ليس فقط التهاب ولكن أيضا تغيرات تكوينية تحيط بالأعصاب. السكر مرض مزعج للغاية، وسكر قد يكون من النوع اللي أنا بسميه النوع الأكثر تأثيراً على الأعصاب، وطبعاً يلعب دور المريض في هذا. المريض أحياناً كثيرة جداً يهمل في التعامل مع السكر من بداية أنه يتأخر في اكتشاف المرض. أنا بتكلم على السكر تحديداً، لكن إحنا نتكلم على الأعصاب الطرفية النهاردة في مختلف الأمراض، لأنه مش بس السكر بأثر على الأعصاب الطرفية. الإهمال في تشخيص المرض، الإهمال في أنه يسمع كلام الدكتور في تعامل مع الأدوية، لأنه في مجموعة من المرضى عشان تنتقل المرضى دول من أن أنا أخد دواء من خلال الفم أنقله إلى دواء من خلال الإنجكشن أو من خلال الحق، أحيان كتير بيتأخروا في القرار دوت المرضى أو في الاستجابة للأمر الطبي. ان انا بفهم ان في حالات مرضيه مع السكر، يعني ساعات السكر بيبقاش لوحده، يبقى معاه عدم امتصاص على لفيتامين بي 12 وخصوصا مع نوعيه معينه. وخلي بالكم الحته دي، يعني مثلا الميتفورمين اللي هي واحده من اشهر ادويه علاج السكر من النوع الثاني، لازم كل اللي بياخد ميتفورمين يبقى فاهم حاجه، ان الميتفورمين قد يؤثر على امتصاص البي 12. البي 12 ده مهم جدا ليه؟ المحافظة على الميلين اللي هو الغطاء المبطن للعصب الطرفي. فلو انت هتاخد ميتفورمين وده دواء واسع الانتشار، دواء رائع جدا جدا، مش يعني انا مش ضد الميتفورمين، بالعكس ده واحد من اللاين اوف تريتمنت كويسه جدا، لكن لو انت بتاخده ومش عارف انه بيأثر على الامتصاص، طب انا اعمل ايه طالما بيأثر على الامتصاص؟ ادي بي 12 كحقن. في ناس كتير قوي مش فاهمه ان البي 12 لو عندي مشكلة في امتصاصه مثلا ما ينفعش ان انا اخده من خلال الفم، لان انا بشوف مريض انا اقول له خد بي 12 اكتبه له يقول لي لا ما بحبش الحقن. هي مش بمزاجنا، هنا احنا بناخد الحقن ليه؟ لانها لا تعمل او لا تتأثر بالامتصاص. ما معنى الامتصاص؟ ان انا لو خدت دواء هيدخل على الجهاز الهضمي فيمتص من الجهاز الهضمي للدم، الحقن بتعدي الجهاز الهضمي تدخل على الدم مباشرة، وده لانه اساسا الامتصاص قد يكون فيه مشكلة وهي اللي عامله المشاكل في الاعصاب الطرفيه. الاعصاب الطرفيه عالم مهم جدا، مش بس السكر اللي بيأثر عليه، في حاله اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن، في ليبروسي بيأثر عليه، احيانا الاعصاب الطرفيه تكون متاثره في مرض اسمه فريدريخ اتاكسيا. اذا معرفه ان الاعصاب الطرفيه متاثره ده شيء مهم جدا جدا جدا. البلاجرا قد تؤثر على الاعصاب الطرفيه في الناس اللي بتقعد فترات طويله في البحار. تعالوا نقرب من الأعصاب الطرفية وكيف نتعامل معها. وضيفي العزيز النهاردة لقاء مهم وممتع جدا، وزي ما بقول لكم واحد من أهم اللقاءات، لأنه واحد من أهم الموضوعات اللي بيعاني منها المريض العربي والمصري. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور صبري السايس، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، صاحب دكتور أمراض المخ والأعصاب، وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية للأعصاب والطب النفسي، عضو الجمعيات الكويتية والسعودية للأعصاب والطب النفسي، واستشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالتأمين الصحي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك.
هبدأ بمنطقة الالتهاب العصبي الطرفي. ما المقصود بالالتهاب العصبي الطرفي؟ هو كلمة التهاب العصب في العموم أصلا تعني فقد جزئي أو كلي، زي ما حضرتك أشرت كده، للغطاء اللي هو الغطاء المكون من مادة الميالين للعصب، وده اللي هو الجزء المسؤول عن توصيل الإشارة من المخ إلى الأطراف أو العكس. فالفقد الجزئي أو الكلي ده معناه التهاب العصب، وبالتالي أصلا ما يحصل فقد جزئي أو كلي للغطاء المكون من مادة الميالين بيحصل تعطل أو تأخر في الإشارة العصبية اللي واصلة من الدماغ للأعضاء، وبالتالي بيحصل الخلل أو تبدأ تظهر الأعراض. فطبعا اللي هي الاعصاب الطرفيه في فرق بينها وبين اللي هي الاعصاب اللي هي المخيه. يعني الاعصاب الطرفيه هي الاعصاب اللي هي الخارج اللي هو النطاق اللي هو الجهاز اللي هو العصبي المركزي اللي هو المخ واللي هو الحبل الشوكي، وهي الاعصاب المسؤوله عن توصيل اللي هي المعلومات والاشارات من اللي هو المخ والحبل الشوكي للاطراف، العضلات طبعا بالذات في الاطراف، للجلد، لبعض الأجهزة في الأجهزة الداخلية زي القلب مثلا والأمعاء والمثانة. العيان بيشتكي من إيه؟ الأعراض؟ والله من المهم الأول إن احنا نعرف إن الأعصاب الطرفية فيها أكتر من نوع، فيها أعصاب حسية وفيها أعصاب حركية وفيها أعصاب اللي هي بنسميها أعصاب لا إرادية اللي هي الأوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هي الجهاز السمبساوي والبارازمبساوي. فاللي هو الاعصاب الحسيه طبعا هي ممكن يحصل منها اعراض كتيره، منها زي التنميل، الوغز، الشكشكه، اللسع، احساس زي الكهرباء او العكس، دي حاجات هايبر، ممكن تبقى حاجات هايبو يعني يحصل ضعف في الاحساس او انعدام الاحساس، يعني مثلا مرضى اللي هو السكر بيبقى فيه ضعف في الاحساس او ضعف في الاحساس في الاعصاب العميقه بالذات، بيحصل ان هو المريض ممكن يدخل في رجله اصلا اللي هي مثلا بعض المسمار مثلا ولا حاجه ويبدا يعمل له اللي هو القدم السكري، او اللي هو زي ما قلنا اللي هو مثلا ضعف الاعصاب اللي هي العميقه المسؤوله عن اللي هو تحديد الاتجاه او كده او تحديد اللي هي الحركه، ممكن يحصل سقوط متكرر للشخص، او مثلا لو لان طبعا المريض بتاع السكر بيبقى حاسس ان هو ماشي على قطن او على رمل، فتحديده اللي هو للاتجاهات بالنسبه للقدم بتبقى ضعيفه، فبسهوله لو جه طوبه تحت رجله او ممكن يقع. لو غمض عينيه يقع، لو غمض عينيه يقع طبعا، لانه عنده ديب سنسور لوس، عنده فقد احساس عميق في المكان، فلو غمض عينيه لو دخل لو دور طفى مره واحده ممكن يروح فاقد التوازن طبعاً. او التوازن. في الاعصاب الحركيه طبعا اللي هي بيحصل معاها ضعف في الحركه بتاعه اللي هي العضلات او ضمور في العضلات، صعوبه في طلوع السلم مثلا، في اصلا صوت للاشياء، ممكن صوت متكرر في اثناء اللي هو المشي. في الاعصاب اللي هي اللا اراديه طبعا، وديت مرتبطه ب لو حصل فيها طبعا التهاب ممكن يحصل فيه عدم انتظام في دقات القلب، عدم انتظام في ضغط الدم، تغير في التعرق اللي هو درجات الحراره ممكن تتغير، ممكن يحصل تغير في التحكم في المثانه، ممكن طبعا يحصل تغير في اللي هو الجهاز الهضمي اللي هي من امساك او اسهال. شاركوت جوينت او مفصل شاركوت، ده في السكر يعني حاجه، وكان زمان في مرض يعني قل خالص اللي هو الزهري. الزهري قل تاثير العنيف بتاعه، هو زهري كمرض موجود لكن تاثيره ان انا اوصل لكلمه شاركوت، فعايزين نفهم الناس يعني ايه شاركوت. هو في طبعا اللي هي الامثله اللي هو التهابات العصب الطرفيه كثيره. في ناس مرتبط التهاب العصب في دماغها ان هو مثلا التهاب العصب الخامس والسابع او دي اللي الاكثر طبعا شيوعا لالتهابات الاعصاب، هي التهابات الاعصاب اللي هي المخيه اللي هي التهاب العصب الخامس او السابع. ولكن التهابات الاعصاب الطرفيه في منها انواع كثيره، منها زي ما حضرتك اشرت كده اللي هو اللي هي الشاركوت ماريتوس اللي هو ده اصلا التهاب وراثي جيني اصلا في اللي هي الاعصاب الطرفيه، بيبقى عامل زي المريض عامل زي الازازه المقلوبه. يعني من فوق اصلا جسمه كويس ومن تحت العضلات بتبقى بتاعه اللي هي الساقين تقريبا مش موجوده، في ضمور شديد في عضلات القدمين، وبعد كده بيحصل ضمور في عضلات اللي هي الايدين، بيصاحبها طبعا اللي هو ضعف شديد في الاحساس وتشوهات في اللي هي في المفاصل او في الايدين وتقوس في القدم. وطبعا بيبقى في صعوبه في الايه في الحركه مع مرضى اللي هو الشاركوت ماريتوس. في طبعا امثله تانية اللي هي للالتهابات الاعصاب الطرفيه مشهوره زي اللي هو التهاب النفق الرزغي او متلازمه النفق الرزغي اللي هي الكاربال تانل سندروم. ودي طبعا مثال اللي هي لالتهاب العصب الاحادي، يعني ممكن يبقى اصلا التهاب العصب سنسوري بس، عصب حسي بس، مش عصب حسي او حركي. فالعصب الحسي ممكن يبقى فيه طبعا تنميل في الايد
احساس بوغز، صعوبه في شيل اللي هي الحاجه، احساس بالم شديد عند النوم، ممكن عند الصبح يحس بايه ان ايديه مورمه، ولكن مفيش ورم ولا حاجه، بس يحس بانتفاخ في الايد. ده بيبقى بسبب اختناق العصب عند اللي هو دخوله في منطقه الرزق، دخول اللي في الايد عند منطقه الرزق. في ممكن مثال تاني مثلا مشهور برضو طبعا اللي هو السياتيك والبراكيالج. السياتيك طبعا اللي هو التهاب عرق النسا، ده واحد من امثله التهابات العصب الطرفيه. وهنا في السياتيكا والبراكيالجا بيبقى السبب هنا الضغط طبعا في الغالب، يعني بيبقى ضغط مثلا من اللي هو من انزلاق غضروفي على جذور الاعصاب، وطبعا بيصاحبه برضو اللي هي مجموعه الاعراض سواء حسيه او حركيه. في حاجه مشهوره برضو ما حدش بياخد باله منها زي اللي هو الحزام الناري، الهربيتك نيورالجي. الهربيتك دي مشهوره على فكره جدا. طبعا وخصوصا مع الكورونا رجعت الهربس، رجعت. اللي هو الهربس زوستر الحلاء المنطقي. هو اسمه بالعربي كده هربس. ده مع الانخفاض يعني مناعة الناس اللي عندها كورونا رجع الهربس يظهر تاني. تمام. وطبعا بيظهر اللي هو في الاول معظم الناس بتتجه في البداية اللي هو الأطباء الجلدية، لانه بيظهر في الاول بطفح جلدي وتغير في لون اللي هو الجلد، ممكن يظهر في الصدر او في الظهر او في اي مكان طبعا واصل له اللي هو العصب الطرفي ده. وبعد اللي هو المرحله الاولى دي ما بتختفي، بيبدا اللي هو يختفي الطفح الجلدي، وبتبدا تظهر الاعراض الحقيقيه للعصب، التهاب العصب، الام شديده بتوصل لحد اللي هو يعني لسع كهرباء. فبيبقى مرض او التهاب ومرض مؤلم جدا جدا يعني، وبياخد فتره طويله في العلاج. فدي بعض الامثله اللي هي التهابات العصب الطرفيه عشان الناس تاخد بالها شويه يعني ايه التهابات العصب الطرفيه. القريب جدا برضو من التهاب العصب الطرفيه الاعصاب المخيه او الكرينيال نيرف، وعشرهم طبعا العصب الثالث تريجيمينال والعصب السابع والخامس. تمام. عندنا تريجيمينال والفيشيال، دول اشهر ناس، اشهر حاجتين هو الخامس والسابع. الخامس والسابع هو التريجيمينال هو الخامس، لكن هو سمي الخامس رغم ان هو ثلاث انواع، ثلاث اعصاب، ثلاث رؤوس، اوفثالميك ماكسيلاري مانديبولر. سموه العصب ذو الثلاث رؤوس، وده اللي هو العصب الحسي الرئيسي في الوش او في الـ في الـ في الراس يعني. في العصب الحركيه طبعا اللي هو العصب السابع يعني طبعا حركة عضلات الوش، حركة عضلات الوش كلها من اول الحاجب لحد الشفاه يعني. فالاشهر دول اشهر طبعا الاكثر ناس عارفاهم اللي هو التهاب العصب الخامس والتهاب العصب السابع. لكن في طبعا التهابات عصب ثانيه زي التهاب العصب البصري مثلا اللي هو العصب الثاني. في التهاب اللي هو العصب اللي هو مثلا الثامن زي اللي هو مثلا الفيستيبلوكوكلر. في التهاب العصب السادس. ده مشهور، مشهور جدا مثلا مع مرضى العيون يعني. ومرضى السكر كمان، مرضى السكر طبعا بيجيلهم طبعا. هو السيرد والفورس والسكس 3 6 3 4 6 دايما مع مرضى السكر. ده هم اعصاب العين، ده احيانا بيبقى مقدمه للسكر يعني. احيانا مرضى بنكتشفهم ان عندهم سكر بظهور حاجه زي اللي هو السكس نيرف بولسي، ان ما يكونش عنده سكر ولا حاجه، ونعمل له يظهر عنده اللي هو السكس، وبعدين نعمل له تحليل نلاقي عنده سكر. الاوكلوموتر والتروكيلير والابديوسن. تمام. دول اعصاب العين، دي اللي هي الاعصاب اللي هي المخيه طبعا اللي هي طالعه من جذع الدماغ. معظم الاعصاب المخيه هم 12 زوج من الاعصاب، بيطلع 10 منهم بيطلعوا من اللي هي جذع المخ، وبيوصلوا طبعا او بيوصلوا الاشاره والمعلومات ما بين المخ وما بين اللي هو الراس والعنق وبدايه جذع بدايه الجذع. ايه الفرق بين التهاب العصب الطرفي والتهاب الاعصاب المخيه؟ الاثنين عليهم ميالين، الاثنين يعتبروا نسبيا خارج نطاق العظم. وللاسف اللي هو الاعصاب الطرفيه التجديد فيها بيبقى ضعيف شويه يعني، اللي هو التجديد في الاعصاب المخيه. فقدره اللي هو التجديد في الاعصاب الطرفيه ضعيفه محدوده مقارنه باللي هو التجديد في الاعصاب اللي هي المخيه. يعني اللي هو المريض اللي هو بيبقى بيعاني من الاعصاب الطرفيه ممكن يدخل في المرحله المزمنه بسهوله، عكس اللي هو مريض مثلا زي التهاب العصب اللي هو السابع مثلا لو لحقناه في البدايه مثلا في المرحله الحاده بيريكفر بسرعه. ده اهم فرق. في ناس كتير على فكره اصيبوا بالعصب السابع، مشهورين قوي يعني. سيلفستر ستالوني اللي هو نجم هوليود المشهور اصيب بالعصب السابع، كان حمال ثلج قبل ما يتشهر، كان بيشيل ثلج. وهو اشول، فكان بيشيل الثلج بالناحيه الشمال، فجاله نتيجه الثلج. الثلج طبعا لوح الثلج بيلزق طبعًا في وشه هنا. طبعا. فتعرض الى الجزء الشمال من وشه الى برد عنيف. فجاله عصب،
طبعا سابع في وشه وقعد يمثل لفتره طويله بمشاكل في ناحية الشمال بالظبط. في مصر هنا الفنانه العظيمه الجميله الاستاذه صفيه العمري عانت من العصر. ايوه بس اتحسنت 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 كتير دخلت في مراحل مزمنه بس اتحسنت يعني يعني انا بتكلم على معظم الناس اللي اصيبوا بالعصب يعني. قول لي بقى الاسباب يعني احنا ركزنا على السكر لكن مش السكر بس بيعمل لا طبعا هو الاشهر هو السكر ولكن في اسباب تانية زي ما حضرتك اشرت في البدايه مثلا ان ممكن يبقى اللي هو التهاب الفيروس سي الالتهاب الكبدي سي ممكن يبقى سبب لالتهابات العصب الطرفيه ممكن طبعا الغسيل الكلوي او اللي هو الفشل الكلوي ممكن يبقى سبب التهابات الغده الدرقيه ممكن تبقى سبب المناعه طبعا وتاثيرها طبعا في امراض كثيره طبعا او بتظهر فيها اللي هي تاثيرات اللي هي المناعه على الجهاز العصبي زي مثلا جولان باري سندروم. جولان باري سندروم دي حاله مزعجه جدا جدا الانسان فيها بيضعف مره واحده وبيبقى مشاكله كثيره صحيه مره واحده وبينه وبينكم بيتحسن مره واحده ويفك مره واحده يعني هو اصلا اللي هو التهاب مناعي حاد في الاطراف الاربعه وممكن يحصل فيه توقف للنفس لو وصل اعصاب العضلات التنفسيه اتاثرت تمام فطبعا كمان طبعا الزئبق الحمراء طبعا برضو بيبقى فيها من الحاجات اللي بتبقى مناعيه بتاثر على الاعصاب الطرفيه طبعا في اسباب تانية مثلا زي اللي هو نقص اللي هي الفيتامينات خاصه اللي هي البي 1 وال6 والبي 12 ونقص اللي هي المغنيسيوم والبوتاسيوم الكحول الكحول طبعا الكحول بس ده خطير جدا ده فظيع جدا اللي بيشربوا الكحوليات لازم هيحصل لهم التهاب في العصب الطرفي وعلى فكره الصوره الكلاسيكيه اللي مدمن الكحول الموجود في الخماره المظلمه شفت انت افلام النوعيه دي اللي هو ايده بترتعش وده كلاسيك كلاسيك موجود بقى ويعني معدي بيديله فعلا الكوكايين بيلعب بيعمل دور مهم في التهاب الاعصاب الطرفيه عشان يعني الناس تبقى عارفه يعني على فكره والماريجوانا والماريجوانا طبعا لها الماريجوانا وكل شلتها بقى كل الشله شبهها الماريجوانا الاوبيات الحشيش كل ده بيلعب التهاب في العصب الطرفي المترونيدازول المترونيدازول بيعمل فلاجيل فلاجيل الفينكريستين طبعا بيعمل اللي طبعا اللي هو الكيموثيرابي العلاج الكيماوي العلاج الكيماوي بيعمل واللي انا قلته في الاول ميتفورمين ميتفورمين اشهر مشهور طبعًا. في ادويه السكر بيعمل بيأثر على امتصاص بي 12 فبيأثر على التهاب العصب الطرفي عشان كده لازم ادي بي 12 مع الميتفورمين على طول لازم يتاخد انجكشن اي ام الميتفورمين ده مشهور قوي يعني حاجه دواء مشهور جدا لعلاج سكر من النوع الثاني او مع السكر مع الانسولين من النوع الاول كمان طبعا ممكن طبعا برضو بعض الاسباب زي اللي هي العدوى اللي هي الفيروسيه بالهربس هربسوس بالايدز تزمم بالزرنيخ الارزنيك لا طبعا اللي هو الزرنيخ واللي هو والرصاص الرصاص الناس اللي بتشتغل في النقاشه والدهانات الليد بيبقى عندهم اصلا نسبه عاليه عمال البنزينات بيشموا بيشموا ليد بكميه كبيره فده برضو اصلا بيعمل تسمم للعصب فديت برضو من اللي هي الاسباب اللي هي منتشره او مشهوره لالتهاب العصب الطرفيه ده احنا لو قعدنا للصبح هنقعد نتكلم على موضوع كبير اصلا يعني التهاب العصب الطرفيه كل حاجه موجوده في ناس كتير بيجيلها مشاكل في الاعصاب الطرفيه وبتطنش بتطنش لان هو مش مؤلم في الاول هو شويه تنميل وشكشكه وحرقان فبياخدوا مسكنات كبر دماغ ايه المضاعفات بقى والله اشهر المضاعفات ان ممكن يحصل اللي هو ضعف شديد في اللي هي في العضلات اللي ممكن يوصل في نهايه الشلل يعني ممكن المريض ينشل ممكن يحصل صعوبه في التحكم في المخارج بالذات اللي هو صعوبه التحكم في البول ممكن يحصل دوخه وسقوط متكرر ممكن يحصل عدم انتظام وتسارع في ضربات القلب او اللي هو الضغط وعدم انتظام في الضغط لو اثر على الاوتونوميك لو اثر على الجهاز السمبثاوي في الغالب اصلا يعني اللي هو يعني اللي هو الامثله اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه الاحاديه تقريبا حاجه بسيطه لكن في الغالب اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه بتبقى حاجات متعدده يعني بتاخد اللي هو الحسيه والحركيه والاوتونوميك يعني في الغالب يعني زي السكر مثلا بياخد الثلاثه الليبروسي الجزئي بياخد الثلاثه بياخد الثلاثه فاصلا اللي هو عشان كده اصلا يعني في الغالب اللي هي الاعصاب التهاب الاعصاب الطرفيه المتعدد ده هو في الغالب الاكثر يعني شيوعا ف طبعا اللي هو المرضى طبعا اصلا ممكن يحسوا اصلا طبعا بمشاكل في الجهاز الهضمي برضو من المضاعفات اللي ممكن تحصل طبعا نتيجه اللي هو التطنيش في علاج اللي هو اصلا اللي هو التهاب العصب
التهاب العصب الطرفيه. فممكن اللي هو الشلل، السقوط المتكرر، الدوخه، عدم التحكم في المخارج بالذات اللي هو البول، ممكن جلطات القلب والمخ نتيجه لاضطرابات الاوتونوميك نيرف سيست او الاوتونوميك نيرف اللي جهاز اللي هو السمبثاوي او الباراسمبثاوي، لو حصل فيه خلل ممكن يحصل فيه جلطات في الدماغ او في المخ في القلب. انا هنروح بقى للتشخيص، لانه كتير من الناس مش عارفه قيمه التشخيص في هذه الاحوال. طبعا اللي هو العلاج المبكر يساوي شفاء مبكر. فاللي هو التشخيص مهم طبعا. طبعا بنعتمد في التشخيص على اللي هو معرفه التاريخ المرضي للمريض، الفحص للجهاز العصبي طبعا، سواء حتى قوه العضلات او سواء اللي هو الريفلكسات بتاعه اللي هو الجهاز العصبي، واللي هو فحص اللي هو مثلا اللي هي النيرف اللي هو سواء مثلا الحاجات اللي هي السوبرفيشال او حاجات الديب. بعد كده بنعمل ممكن بعض اللي هي الاختبارات، منها ممكن اختبارات معمليه مثلا عشان نشوف مثلا نسب اللي هي المعادن، ممكن نشوف نسب اللي هي الغده الدرقيه، السكر، ممكن نشوف اللي هي برضه بعض اللي هي الامراض المناعيه مثلا عن طريق اللي هي الاختبارات المعمليه. ممكن نكتشف مرض مناعي. ممكن يكون ما مش عارفين ان عنده مثلا ذئبه بهست او بهست مرض بهجت. دكتور تركي اكتشف مرض من الامراض المناعيه وسمى باسمه. ممكن طبعا اللي هو غير المعمليه ممكن نستخدم اللي هو طبعا رسم اللي هو الاعصاب ورسم العضلات، وده طبعا بيدينا مؤشر الاعصاب بتستجيب ولا لا، والقرايه فيها عامل ازاي، يعني سرعه التوصيل فيها عامل ازاي. لو هو طبعا الاسباب مثلا ناحيه اللي هي الاسباب اللي هي بتبقى مثلا ضغط مثلا على جذور الاعصاب، ممكن نعمل مثلا رنين او مقطعيه مثلا في الحالات اللي فيها سياتيكا وبراكيالجيا وكده. اللي هو فيها بقى اللي هو عرق النسا، انزلاق غضروفي بقى، انزلاق غضروفي او التهاب اللي هو الضفيره العصبيه العنقيه. ده بيحصل في الايام دي هيزيد قوي، لانه الناس بتقرا الموبايلات وتوطي اوضاع اللي وضع تبص تلاقي بقى في العربيات ناس قاعده فتره في العربيه فنايم كده في بتاع. تمام. شخصنا، هنعالج ازاي؟ العلاج ليه اكتر من محور يعني، بس هدف العلاج في الاول والاخر هو تحسين اللي هو التمثيل الغذائي للعصب وتحسين الدوره الدمويه ليه. فممكن العلاج يبقى بالادويه، وطبعا دي مجموعات كتيره متنوعه يعني، فيها مجموعات ضخمه يعني، في حاجات حتى حديثه دخل طبعا كتير منها يعني، حاجات اللي هي طبعا ادويه اللي هي الاكتئاب والاس ان ار ايز والكلام ده اللي بنستخدمها في الحالات في الاتيبيكال بين وكده. ممكن نستخدم البوتوكس عشان نقلل اللي هو تصلب اللي هي العضلات. ممكن نستخدم اللي هو العلاج الطبيعي طبعا عشان نحافظ على العضله لحد ما العصب يشتغل. مكملات غذائية ممكن نستخدم طبعا مثلا الفيتامينز طبعا وبما فيها حتى فيتامين دي ممكن نستخدمه بالإضافة لفيتامين ب والمغنيسيوم طبعا. فهو مجموعة أصلا يعني متكاملة كده، حتى في كلام عن بعض الأعشاب ممكن نستخدمها يعني بتحسن الوزن، الكركم هذا فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلة. طب هل نقي ممكن أن يقي المريض نفسه من الوصول إليه، وخصوصا ان احنا قلنا انه ممكن في اعصاب الريكفري بتاعها بيطول، يدخل فترات طويله طبعا. لو في وجود تاريخ عائلي اللي هو التهاب الاعصاب سواء طرفي او مخي، يبقى لازم اللي هو المريض ياخد باله. ديت من العلامات اللي هي المبكره اللي ممكن اللي هو الشخص يكتشف بيها ان اللي هو ممكن يبقى هو عرضه للي هو التهاب الاعصاب الطرفيه. لو هو طبعا مريض مصاب بمرض زي السكر او اللي هو مشاكل الكلى او الكبد، برضه بيبقى اكتر عرضه للي هي لالتهابات الاعصاب الطرفيه. طبعا اللي هو الكشف المبكر يساوي شفاء مبكر، لان اللي هو طبعا للاسف التهاب الاعصاب الطرفيه لما ما بيتعالجش بدري بيتحول لحاله مزمنه وبياخد سنين في العلاج. فلازم الوقايه من الاول باللي يكتشف بشكل الاكتشاف المبكر. هو طبعا اعصابك هي حياتك، اعصابك هي حياتك، مفيش حاجه يعني مفيش عضله هتتحرك بدون اوردر من العصب او بدون اوردر من المخ اللي هينقله العصب. فما فيش حاجه ما فيش انتصاب هيحصل مثلا الا اصلا لما يكون في اوردر من المخ عن طريق العصب. فطبعا اللي هي حياتك هي اعصابك، اعصابك هي حياتك. جمله مهمه وحلوه جدا، ان اعصابك هي عمود الخرسانه اللي شايلك. هي الحقيقه. السلوك الكهربيه البسيطه جدا دي هي التي تبدو ربما لا ترى في حتى في التشريح، ممكن ما نشوفش العصب بشكل واضح. هو باين، بيبقى حاجه رفيعه جدا جدا.
لكن هي دي اللي فيها سبحان الله، هي فيها كل سر الحياة. هي سر الحياة، هي سر الحياة. مريض السكر اللي بيهمل، يعني في مرضى سكر بيتعاملوا مع السكر بتحدي، إما بينكر أو بيهمل، نقول لهم إيه؟ والله يعني ما شافش أمثلة اللي هو مثلا قدم سكري وإن صابعه أو صابعه تروح أو قدم تبتر أو كده، من موضوع بسيط، من حالة، من حاجة بسيطة وصل مرحلة عجز وشلل وفقد جزء من جسمه، مع ان كان الموضوع ممكن يتحل ببساطه في الاول بمجرد تظبيط للسكر، بمجرد اكتشاف مبكر للسكر، مجرد بس متابعه للي بعض اللي هي الادويه الخاصه بالاعصاب، كان الموضوع هيختلف تماما يعني. في حملات حتى بتتكلم دلوقتي اصلا، يعني الدوله بتحاول تعمل حمله على اللي هو التوعيه عن الموضوع اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه وخطورتها يعني وتأثيرها على اللي هو الحياة يعني. يعني شخص ممكن يبقى عادي جدا لشخص عاجز بلا شك، من موضوع بسيط. والتهاب الأعصاب عامل زي الشيطان، بيدخل لك من أكتر من مدخل. بالظبط. من ضمن مداخله أنه لو واحد عنده التهاب أعصاب ومش حاسس مش حاسس بملمس الأشياء، وهو لابس جزمة ممكن يدوس على مسمار. إحنا لا يعني الحمد لله رب العالمين، من ضمن يعني الحاجات النعم الكبيره جدا، انت اول ما تحس بالم انت بتتوقف. اللي عنده التهاب عصب ما بيحسش بالالم طبعا. كان زمان على فكره اللي عندهم ليبروسي، اللي عندهم جزام، لانه كان زمان في بقى جهل، ما كانش حد عارف الكلام ده، فكان بيشتغلوا منهم ناس حاوي في السيرك. يشتغل ايه بقى؟ يمشي على النار، ايوه، يمسك يدخل شكشك مسامير، يدخل مسمار في ايده، أيوة، يطلعها، ما هو مش حاسس. ايوه، كانوا عينه بيستغلوا الحاله المرضيه وهم مش عارفينها، مش فاهمين الحاله. فهو بيتهيأله ان هو انسان سوبرمان، هو مش سوبرمان، هو ما عندوش الاحساس بالالم بتاع الايه، ده مريض، ده مريض يا عيني. وكانت بتنتهي طبعا قصصهم يعني بالبتر لا قدر الله، يعني كانت قصص مأساوية جدا، شفناها في المجلات العلميه القديمه الأطلس اللي كان بيشرح الحاجات ديت، كان حاجات مأساوية جدا جدا. نورت يا فندم وسعدت جدا بهذا اللقاء، الحوار الممتع جدا ما بين هو حوار الحقيقة يبدأ في البطنة وينتهي في الجهاز العصبي أو في تخصص المخ والأعصاب. هو إحنا أحد يعني أحد ضلوع اللي هو البطنة يعني باشا. ما هو طبعا ما هي يعني هو يعني المريض هنا بيلف لفة حلوة طبعا، يعني لازم يلفها الحقيقة. المريض هنا لازم يهتم بكل جوانبه، يهتم بالسكر، يهتم بالأعصاب، يهتم بالفيتامينات، يهتم بكل حاجة. ضيفي العزيز الاسم المتميز والقيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور صبري السايس، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي وصاحب دكتوراه أمراض المخ والأعصاب وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية والمصرية للأعصاب والطب النفسي والجمعية الكويتية والهيئة السعودية للتخصصات الطبية واستشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالتأمين الصحي. نورت وأسعدتني بهذا الحوار الممتع كعادتك حبيبي، الله يخليك. هننتظر اللقاء القادم في واحدة من المواضيع المثيرة المتعلقة بالجهاز العصبي، المتعلقة بالطب النفسي أو بالجامعة ليهم. وكثير من الأحيان في حاجة ممكن تحصل كمان للمريض ده، هي الاكتئاب. طبعا كل مرضى الأعصاب الطرفية عندهم ديبريشن، طبعا اكتئاب عميق، اكتئاب حقيقي، لازم نراعيهم جدا جدا جدا. وخلي بالكوا يا جماعة، الراجل اللي يركب المواصلات لازم تقعدوه، لازم يقعد الراجل ده، ما ينفعش تظلم عليه الدنيا، ما ينفعش يدخل مكان فيه ظلام مرة واحدة، لأنه ممكن يقع وقعة قوية جدا جدا جدا، كسر، كسر، ممكن يحصل له مشكلة كبيرة جدا. موضوع كبير قوي وله قصص كتيرة جدا، خليكم مع الناس الحلوة. احنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة، في أعداء للرقبة كتير، أعداء بأي غضروف، ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود، يعني مرارة بدل ما كانت بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس.
اهلا بكم. احنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبه. في اعداء للرقبه كتير، اعداء الرقبه مهمه جدا يا جماعه، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. والحقيقه العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقه الغضروف العنق. هنفهم ليه النهارده مع ضيف القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادتي، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوه. اهلا بيك يا مرحبا. عايز اتكلم الاول عن الام الرقبه، كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمه اللي حضرتك قلتها مقدمه جيده جدا، واضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الايباد، تلاقيه موطي راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجي له الام في رقبته. الرقبه فيها عمود فقري، فقرات فوق بعضها متصله بمفاصل وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف وعليهم من بره عضلات. فاي حاجه من اللي انا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق اي مفصل في جسمنا انه يعمل حركه متوسطه، يعني مثلا زي الصباع لو انا عامل حركه زي كده مش هتوجع. تخيل بقى انت عامل الصباع كده لمده مثلا نص ساعه، تيجي تتنيه هيوجعك، او العكس اتنيه كده لمده نص ساعه، تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبه، واحد منزل رقبته بيلعب لعبه وحاطط وضع غلط، او نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير. الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت، يعني وضع حاجة لا خطيرة جدا، وبعدين هتعمل بقى الألم، ما أنتش عارف الألم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي من مفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز والتآكل الشيخوخة يعني برضو بتصيب الرقبة. وأخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة، تلاقي برضو بيشيل حاجة غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته يبقى فيها خطأ. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصيه مختلفه شويه؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى اي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجه جيلي طريه، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين او الحيل بالعربي. الألم اللي موجود انا ممكن يعني العين يجي يقول لك انا اعلى ظهري بيوجعني، فاقول له والله لا، ده انت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الاولاني هو مفاصل الرقبه، لو هي وجعته وحصل فيها خشونه او التهاب هتعمل له ألم في اسفل الرقبه، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلوية تعمل له ألم في أعلى الرقبة، يقول لك أنا بيجي لي صداع خلفي كتير. والغضروف نفسه بقى لو داس على الأعصاب هيعمل ألم في الإيدين وتنميل في الإيدين، فالعين يجي يشتكي يقول لك والله أنا إيديا بنملة، إيديا فيها ألم بتوزيعة معينة وليها رسمة، إحنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما أشوف الأشعة أقدر أقول والله أنت الغضروف كذا هو اللي مقصر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجه فوق يعني خطيره انها تتساب ولازم تتعالج. يعني ايه اسباب الاصابه بالغضروف؟ انه وضع غلط، موبايل مسكوه غلط، حادثه طبعا غلطة، الشيخوخه الزمن، يشيل حاجه غلط على راسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل اي في ستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغهم. طبعا ده اسباب من ضمن الاسباب.
كتير من الأسباب. إزاي نشخص الحالة دي؟ الوصف المرضي للمريض يحكي يقول أنا مكان الألم كذا. أماكن الألم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصورة اللي شايفينها دي تديك أماكن الألم بتاعت مفاصل الرقبة. وشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك إيه ده، ده أنا ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف أقدر أشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبة من ورا. هنا تقدر المنطقة الخضراء اللي باينة في الصور مفاصل الغضاريف دايسة على أعصاب، اللي هي جذور الأعصاب اللي نازلة على الإيد وعاملة الضفيرة العصبية اللي نازلة على الإيد. أقدر من وصف المريض ودقة يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وأفحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل أو الفحوصات اللي بنعمل. أشهرها الرنين المغناطيسي، لأنه هو بيبين الخلايا والأنسجة الطرية كويس جدا. وقبلها أقدر أعمل أشعة عادية. الأشعة عادية برضو تقول لك الالاينمنت أو الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها، ومتساوية ولا لأ، وفي غضاريف ولا لأ. فالاتنين دول مهمين جدا، أن أنا أقدر أحط أشعة عادية وبعديها أعمل رنين مغناطيسي أقدر أفهم بيه القصة بتاعة المريض دي. فدول الاتنين الأساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى تانية بنعمل ساعات دراسة عصب، توصيل العصب من الرقبة للإيد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا. نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف متسابه. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول للغضروف ان هو عنده الم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب. فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى فيه الم، بعد الالم ابتدى فيه ضعف في الايد، القدره انه يشيل الحاجه يقول لك حاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحدة أضعف من واحدة، ودي ضعيفة مش قادر يمسك. بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد، ممكن يبقى موضوع يجيب إعاقة كاملة، وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض. فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الأدوية، إن أنا أفضل شهور وسنين باخد مسكنات. مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق التاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والأغرب كمان ان انت المرض بيجي، الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده امراض تانية، والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات. ما هو لازم يريح نفسه، لو في الآخر الغضروف لازم تعالج، يعني هتسيبه لحد امتى؟ والالم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات. المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجه. العلاج بايه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكله، نتعامل معاه ازاي؟ طرق العلاج كتيره، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود. يعني مرارة بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصة ان درجة الشفاء اسرع، لان ما فيش جرح، ان العين فترة نقاها اقل، رضا المريض بالعملية عامة تبقى احسن. المريض يقول لك ده انا دخلت عملت عمليه في نص ساعه وانا صاحي. فهنا دلوقتي الجديد في العلاج الغضروف العنقي ان نعمل تبخير للغضروف، نحن ممكن نوصل للغضروف بابره تحت جهاز اشعه، والجهاز ده بيصور الرقبه بالظبط، واقدر احط الابره يعني هنا الابره شايفها داخله جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر وبتطلع درجات حراره معينه نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب.
وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده، الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، المريض مش متضايق، ويمكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا، وقلنا له اه احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف، العيان يقوم يلبس هدومه يروح، يعني مفيش حتى قاعد في المستشفى فتره طويله، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها جامده إبرة. الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفع لهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل، زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا حتى مهما كان عمر المريض قد ايه. وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعه يروح على اوضته ياكل حاجه يلبس هدوم يروح البيت، طب ما دي حاجه يعني رائعه يعني مقارنه بالعمليات المفتوحه. لكن بعض الاحيان لا، يجي المريض اقول له انا ما بحبش دايما اظلم الجراحه، لان يعني الجراحه برضو مهمه جدا، يجي المريض يقول لا بص انت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكله اكبر من انها تتعالج بالابر وتتشخص كده، لا انت لازم تعمل جراحه مفتوحه. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص. يعني ايه الفرق بين التبخير والتردد الحراري؟ لانه جرى دلوقتي كلمه التردد الحراري على السنه الكثيرين. نعم، التبخير هو سلاح او ابره صغيره بنسميها سلاح، لكن في النهايه هي ابره بتخش لحد قلب الغضروف بجهاز التبخير وياكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف ما فيهوش تنشن او ما فيهوش بريشر على الاعصاب. التردد الحراري هل احنا شايفينه ده تبخير؟ تبخير دي عمليه تبخير، ابره داخله ببساطه ببنج موضعي والعين صح. التردد الحراري بقى الغضروف ده كان دايس على عصب، فالعصب ده عامل الم. طب انا اوصل بابره ثانيه بجهاز ثاني يطلع الذبذبات راديو، الذبذبات دي وجدوا انها فعالة جدا انها تشيل الم العصب، فبقى كمان ممكن يتشال الم العصب. والاهم بقى اكتر اللي هي كانت في الاول المشكله ان الالم في الرقبه نتيجه الخشونه في المفاصل، طب ما المفصل ده علاجه ايه؟ كنا في الركبه ممكن اغير مفصل الركبه، طب في الرقبه اغير مفصل الرقبه ازاي؟ ما فيش حد هيغير مفصل الرقبه. فبندخل ابره على العصب اللي رايح للمفاصل بنسميه عصب المفصل، والتردد الحراري هنا يخلي العصب ده مش موجود لمدة سنتين ثلاثة، ممكن من سنة لاتنين لتلاتة، والعين يبقى الألم ما فيش، والميكانيكا بتاعت راسه حركتها سليمة فيهاش مشكلة خالص. فيبقى المريض مستغرب ان هو الألم راح ونوقف كل المسكنات، فطبعا ده بتبقى حاجة يعني تقدم علمي رهيب. موجات الراديو دي بقى يستخدموها في حاجات كتيرة جدا، نستخدمها في أمراض الكبد، نستخدمها في أمراض الرحم، أمراض أورام في العظم. وابتدى بقى نفس الفكرة لكن بأجهزة تانية نستخدمها في علاج الأعصاب بشكل عام. فالتطور هنا في علاج الألم في السنين الأخيرة عشان تطور مع جهاز التردد الحراري، بقيت أقدر أوصل لأي عصب في الجسم ونعالج العصب ومش نموته. يعني برضه ناس تقول لك ده داخل يكوي العصب، اقول لا، ما العصب وظيفته سليمه، انا ما انت ما مش هنشيل ايد العيان، لا ده هو بنشيل الالم الناتج عن العصب، لكن حركتك واحساسك وتشكه بابره يحس وكل حاجه سليمه جدا. في اعصاب حسيه واعصاب حركيه طبعا يعني وانا بدخل على الجزء الحسي في العصب بتقنيه معينه بتردد معين ويحس برضو يعني مش بس الحسي ان انا باكل احس، لا ده انا الالم اللي ناتج عن العصب نفسه بيروح. طب والاحساس في العصب موجود، يقدر يلمس ويحس بالم برضو، بس الالم بقى الطبيعي مش الالم المزمن اللي كان عنده، والتنميل يروح. هو تقدم كبير يعني، بقيت يعني
العلم بقى فاهم العصب بينقل ليه الألم وإيه الحتة اللي بتنقل الألم والمشكلة فين. ما أنت لو تعرف المشكلة هتوصل للحل. لو في أكثر من غضروف أقدر أدخل برضه؟ آه طبعاً آه. غضروفين ممكن بسهولة جداً نقدر نوصل لهم وفي نفس الجلسة يعني بدل ما العملية تقعد لها نص ساعة تقعد لها ساعة إلا ربع. عندي فيديو عايز أوريه لحضرتك وتقول لنا بس الحتة دي عشان دي اختلف عليها الكثيرين. تعال نشوف الفيديو المثير ده. ده الطقطقة يعني يعني تقييمك للطقطقة ده يعني ليه عيادات دلوقتي بره له أماكن ومختلفين بيعملوه ليه عيادات مفيش حد في مصر ما يعني كل واحد له حاجة إما بيطقطق هي دي اتعامل عليها دراسات وأثبتت إنها ما بتعملش خشونة لا مش بتعملش خشونة طب الرقبة والحاجة اللي لا بس طبعا حركة رقبة العنيفة لا مؤذية طبعا ده ممكن تعمل التواء في العضلات وبعدين ممكن تعمل خشونة في الرقبة بتقطعوا رقبتهم جامد بطريقة عنيفة يعني لكن الحركات العادية العلاج بالتاني والفرد والستريتش وكلها التمارين بتندرج تحت العلاج الطبيعي وبيجيب نتيجة وأغلبها للعضلات لما يبقى مشكلة في العضلات لما يبقى مشكلة في غضروف دايس على العصب ما انا عندي حته ميكانيكيه هنا لازم تتحل يعني مش هتعمل ميكانيكس يعني يعني انت مش هتحل بطقطقه لكن الطقطقه بتاعت الرقبه لازم يعني تكون بحذر برضه وما يطقطق ليه يطقطق يعني هو يعني هي مش هوايه يعني هو ليه يفكر انه يطقطق انا ما فكرتش في حياتي اطقطق رقبتي بس يعني هو حتى يعني الحركه مش مطلوبه يعني اي مفصل ما تعملش عليه سترين وشد زيادة عن اللازم خالص ولبس الرقبة في ناس تلبس الرقبة يبقى عنده وجع في رقبته هو زي ما بيعمل ايه الرقبة دي بتعمل فيكسيشن او تثبيت للمفاصل بتاعت رقبته وبالتالي هو مش عامل كده طب انت مش هتحس بألم هو ده مش المطلوب انا عاوزك تتحرك عادي اذا الألم اللي في اللحظة دي لازم ده هو ده اللي تعالجه زي ما واحد صباعه لما بيحركه بيوجعه فراح مجبسه طب ما هي الرقبه هتبقى حاجه زي كده انت جبست صباعك عشان ما تتوجعش طب انت مش عارف تحركه يعني في الطب الباب اللي يجي لك منه لا مش لازم تواجهه وتحل المشكله جاب الله يخليك نورتنا يا فندم الله يخليك هذا الحوار الممتع فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعاده مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بالام وظروف الرقبه الالم مشكلة كبيرة علم مهم جدا ينبغي أن نقف أمامه وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة ضيفي العزيز له جزيل الشكر لكم أيضا في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف لكن ما زال نايتمير كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 نسب نجاحه عاليه جدا 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 نتيجه للتكنولوجيا اللي بقت متوفره والعلم والخبره اللي بقت عند دكاتره علاج العصب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر الم رهيب غير عادي ولا يتوقف لانه زي الكسر معظم الناس عندها مشاكل تخص اللسة وتخص اعصاب السنان الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك صعب جدا يكون في لسه ناس بتخاف من زيارة طبيب الأسنان وتفضل تأجل فيها لآخر وقت الحقيقة إن كل المخاوف والهواجس المرتبطة بزيارة طبيب الأسنان أصبحت من الماضي البعيد مع تطور التقنيات الحديثة سواء في المعالجة أو التركيب وأيضاً تقنيات تجميل الأسنان اللي بقت تدي نتيجة تجميل فورية بدون أي إجراءات معقدة أو آلام زي تجميل الأسنان بالليزر اللي بيتم بدون أي نزيف باللثة أو التهابات في الفم علشان كده مهم جداً لكل مريض أسنان إنه يطمن إن طبيبه أو مركز الأسنان اللي بيختاره
بيستخدم أحدث التقنيات وأعلى درجات الأمان والتعقيم ليحصل على أفضل نتيجة بدون أي آلام أو تعقيدات غير مرغوب فيها. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوة مع واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان. 100% من البشر عندهم مشاكل في أسنانهم. دي كلام، ده كلام من منظمة الصحة العالمية. 100% من أطفال المدارس عندهم، من البالغين في جميع أنحاء العالم عندهم مشاكل في أسنانهم، عندهم حفر في أسنانهم، مادة الفلورايد بتاعتهم مش بيرفكت. ده كل البشر كده. 30% من البالغين من الفئة العمرية من 65 ل 74 لا يمتلكون أسنان طبيعية. 20% من ذوي الأعمار المتوسطة عندهم مشاكل وتدهور شديد في اللثة، وده بينبئ بأنهم هيفقدوا أسنانهم. 40% من الأطفال عندهم مشاكل وردود في أسنانهم بسبب الملاعب واللعب والرياضات وواخله. كل الناس مروا بتجربة مع عصب من أعصاب السن الأسنان. وعلى فكرة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا، لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف، لكن ما زال نايتمير، كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك، يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب. طب تعالوا نفهم النهاردة في 2022 و23 و24 إيه اللي حصل في عالم التقدم التكنولوجي المذهل لطب الأسنان في عالم علاج العصب، خلى علاج العصب بدل ما هو نايت مير بقى نزهة لطيفة. تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض مع ضيف العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان اللي أنا بسعد جدا وبنتظر الزيارة الجميلة دي بتاعته بفارغ صبر، لأن أنا عارف أن أنا هتكلم مع مطور مهم جدا لعالم التكنولوجيا ومطور مهم جدا لعالم صناعة الأسنان المتكاملة. وكل جزء على حدة في عالم صناعة الأسنان أكيد له الرعاية الخاصة في وايتي، وأكيد أنتوا عرفتوا ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين والمؤسس لوايتي. اهلا بيك يا دكتور. صديقي العزيز حبيب انا، وحشني وحشني والله. ربنا ايه وحشني انت دايما. لا انت كنت بتبدا بالكلام بجمله تانية غير صديقي العزيز. انا لا ما انا قلت بقى انا غير شويه. 2022 فيها تغيير طبعا. ليه النهارده يعني حبيت ان انت تكلمنا عن العصب، عن علاج العصب؟ علاج العصب انا استغربت على فكره انت اخترت الموضوع. هي عشان اول حاجه لازم نوصل للناس معلومه ان احنا في الاساس احنا اطباء، يعني دورنا طبي قبل التجميل. الناس طبعا علشان خاطر احنا مشهورين جدا في التجميل فمتخيلين ان المراكز عندنا هي متخصصه في التجميل، ودي معلومه غلط اصلا. احنا عندنا كل تخصصات طب الاسنان من اول ما الطفل بيتولد لغايه اكبر جراحات بتتم في الوجه وجراحات الاورام ومشاكل مفصل الفك والزراعه، فاحنا عندنا كل التخصصات. فدايما الناس رابطه بيننا وبين التجميل، واحنا اساسا زي ما قلنا لا، احنا عندنا كل التخصصات موجودة وكلها فيها ناس استشاريين على أعلى مستوى اللي بيقوموا بالتخصص المطلوب. فمن خبرتي السنين اللي فاتت دي، ايه أكتر حاجة لما بيخش لي في اليوم عدد من الحالات، أكتر حاجة هكتشفها ايه عند الحالات؟ حاجتين، لإما عنده التهاب شديد في اللثة، لإما عنده عصب، لإما عنده فجوة أو تسوس وصل للعصب. دول أكتر حالات موجودة في العيادة. يعني لو بيخش لك أفريج 50-60 حالة هتلاقي منهم 40 مقسومين في الاتنين دول. الباقي بقى اللي جاي يعمل تجميل، اللي جاي يعمل زراعة. لكن معظم الناس عندها مشاكل تخص اللثة وتخص أعصاب السنان. فأنا عشان كده قررت النهاردة لازم أتكلم عن فكرة علاج العصب، لأنه بما أن هو من أكتر المشاكل انتشارا، طيب لو تم علاجها بشكل سليم يبقى الحالات هتعيش حياتها بعد كده بشكل سليم. للأسف 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 أكتر المشاكل اللي بتجنى هي إعادة لعلاج عصب قديم معمول مش بشكل مظبوط. ليه؟ لأن ما عملوش متخصص في علاج العصب. علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 جدا، نسب نجاحه عليت جدا 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 نتيجة التكنولوجيا اللي بقت متوفرة والعلم والخبرة اللي بقت عند دكاترة علاج العصب. فلقينا أن كمية علاج العصب اللي بتتعاد كتيرة قوي، فقلنا لا، النهاردة إحنا عايزين نتكلم مع الناس نعرفهم علاج العصب إيه ويتعمل صح ازاي
وده اجراء لو عملته صح هتعيش حياتك بقيه حياتك كلها، الدرس حافظت عليه او السنه حافظت عليها للابد، ومش هتعيش باي مشاكل بعد كده. ايه هو حشو العصب وايه الاسباب اللي تخليني اعمل حشو عصب؟ حلو قوي. الاول لازم نتكلم ان السنه بتتكون من طبقات، الطبقه الخارجيه طبقه المينا، ودي طبقه رفيعه بس صلبه جدا، مقاومه جدا للتسوس وللتلوث، تمام؟ بس هي زي ما قلنا رفيعه جدا. بيليها طبقه تانية اسمها طبقه الدنتين او العك، الطبقه دي ضعيفه هشه، هي كبيره بس ضعيفه وهشه. جوه طبقه الدنتين بيخش العصب، اللي هو العصب عباره عن ايه؟ عباره عن العصب الحسي اللي بيوصل لي الاحساس بالسائع وبالسخن، اللي هو بالظبط ربنا عامله كجرس. بدا يبقى فيه مشكله، تبدا تحس ان السائع والسخن، الحاجات السويتي بدات تضايقني، اعرف كده ان انا عندي مشكله، بالاضافه للاوعيه الدمويه المغذيه للاسنان. طيب امتى بنحتاج نعمل علاج عصب؟ بنبدا بنحتاج نعمل علاج عصب في حاله من الاثنين، لا اما ان بدا يبقى فيه تسوس في السنه، فالتسوس ده فضل ينخر في سطح السنه وياكل فيها ياكل فيها، وبالمناسبه هو بياخد وقت طويل جدا علشان خاطر يعدي الطبقه الرفيعه اللي هي المينا، اللي هي طبقه المينا اللي هي الطبقه الرفيعه القويه جدا، بياخد وقت طويل قوي عشان يعديها. لكن وانس ان هو عداها بينزل في الطبقه الهشه دي، الطبقه الهشه دي بيبدا ياكل فيها بسرعه جدا فيوصل للعصب بسرعه جدا. طيب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر، الم رهيب غير عادي ولا يتوقف، لانه زي الكسر. ما هو الالم الرهيب بتاع الكسر ايه؟ ان العظمه لما بتتحرك بتضغط على العصب اللي ماسك، هو العظم نفسه ما فيش عصب، لكن العصب اللي فوق اللي هو فوق العظم ده اول ما تبدا العظمه تتحرك تبدا تضغط عليه توجعني، هنا العصب اتكشف فيبقى عندي نفس الالم اللي هو زي كاني عندي كسر. فالالم الرهيب ده هو ده اللي بيخلينا نتحرك، عشان كده اكتر نسبه تتحرك بتروح للعياده مين؟ مش الناس اللي عندها اي مشاكل، الناس اللي رايحه بعلاج عصب. اه طبعا، يعني علاج العصب ده يقعد ويجي جاري ويعمل ما بيستحملش، ده اللي بقول لك ده يعني لو عارف يعدي ليلته هو تاني يوم الصبح عند الدكتور. وفي لحظات معينه المسكنات بتقف ما بتعملش خلاص حاجة. اه لا، لو حاجه اسمها اكيوت او سيفير بالبايتس او التهاب حاد للعصب، ده ما فيش حاجة، لو خد حقنة ايه هي لازم يتوجه فورا للدكتور علشان يعمل ريليف للمشكلة دي. الحشوات ليها انواع؟ في طبعا الحشوات العصب القديمة كنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه لاترال كوندنسيشن، اللي هو زمان فاكر لما كان الدكتور يقعد شهر شغال في علاج العصب وعمال لاخر جلسة يجيب عيدان ويحطها جنب بعض ويقعد يحشرها، دي طريقة قديمة اولد خلاص. احنا دلوقتي نقلنا لمرحلة جديدة خالص، هي مرحلة حشو العصب ثلاثي الابعاد، اللي بتبدا بتحشي العصب ده قناه ممكن يبقى فيها تفريعات ممكن يبقى فيها التواءات، فبتبدا التقنيات الحديثه انك تحشي العصب بالحقن، انك بتحقن العصب دوت فبيتحقن فبيبقى مغلق ثلاثي الابعاد. وهنا في نقطه مهمه قوي، هو حشو العصب، هو تمويت العصب، هو حشو الجذور، هو علاج الجذور، ايه هو؟ هو باختصار هو ازاله الانسجه الحي او الميت بالقنوات العصبيه بالكامل. يبقى معنى كده ان لازم اكون ايه؟ عارف عدد القنوات العصبيه بتاعتي، تمام؟ تاني حاجه ان اكون قادر ان اخش جوه القناه العصبيه بالكامل. طيب لو عندي قناه عصبيه ملفوفه، وهنشوف في صور قنوات عصبيه ملفوفه جدا، كان زمان الفايلز اللي بنستخدمها عشان ننضف بيها القنوات العصبيه كانت ناشفه فممكن مثال جدا تتكسر. دلوقتي في حاجه اسمها الفايلز فائقه المرونه، كانها منظار، كانها بالظبط منظار. الفكره هنا ايه؟ زي ما قلنا رقم واحد عشان اعمل علاج عصب ناجح شروط كده، واحد ايه؟ الازاله الكامله للانسجه الحيه او الميته جوه القناه العصبيه بالكامل، يبقى انا كده شلتها كامل. بعد كده اطهرها كويس، بعد ما اطهرها كويس جدا احكم غلقها، لو اي واحده من الثلاثه دي اتعملت غلط يبقى علاج العصب فشل. ما عرفتش عدد القنوات، عملت درس فيه أربعة عملت ثلاثة، ما أنا عندي نسيج حي في الرابعة هيعمل لي فشل ليه؟ ما نظفتش الجدر للآخر علشان كان لفف مني قوي، فسبت بواقي نسيج جوه القناة هيحصل له فيلير وهيبوظ. هنا زي ما أنت شايف الحشو العصب جه في الآخر ولف إزاي؟ دي اسمها لاترال كانال، اللفة دي قناة جانبية، قناة جانبية، قناة جانبية دي كان مستحيل إن أنا أقدر أقفلها باللاترال كوندنسيشن، انت بتحط عود جنب عود جنب عود، هيخش جوه دي ازاي؟ كان هو ماشي ستريت كده و
وانت حطيت جنب واحد تاني ستريت كده واحد ستريت كده تفضل تحشر فيهم في الاخر عمرها ما هتخش في اللاترال دي. الحل الوحيد ان انا اخش جوه اللاترال كانال دي هو ان انا استخدم طريقه الحقن، لان طريقه الحقن انت بتدخل الجتا بركه دي سائله تحت ضغط تقوم داخله طق فتملى كل الايه الفراغات الجانبيه. الحاله دي صعبه جدا. الحاله دي فيها ايه؟ الحاله دي نتيجه خبط حصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن، انت مش شايف ان في قناه اصلا، القناه بادئه من عند تلت الجدر من تحت، مفيش قناه عصبيه. القناه بادئه فين؟ بادئه تحت خالص. علشان خاطر تقدر توصل للقناه دي انت محتاج اجهزه حديثه جدا، علشان انت عايز توصل للقناه دي في المجرى الصحيح بتاعها من غير ما تعمل خرم في الجدر، من غير ما تخش يمين او تخش شمال، تستخدم التراسونيك موجات فوق صوتيه عشان تشيل الكالسيفيكيشن تيشو او التكلس اللي جوه القناه ده علشان تقدر تنظفه، عشان نشوف بعد كده ان احنا قدرنا نفتح القناه بالكامل ونظفناها صح. يعني هنجيب الصوره اللي بعدها، بص هنا وصلنا خلاص فتحنا القناه بالكامل وقدرنا نوصل لاخر القناه مع ان القناه دي تلتينها مقفول من فوق. الكيس دي هل تتخيل ان في دكتور ممارس عام يقدر يحلها؟ لا. لو اصلا ده الدكتور اللي استخدمها وهو اصلا دكتور متخصص تعب فيها، تعب عشان يوصل لكده، لانه استخدم اجهزه كتير قوي عشان يقدر يوصل ان يفتح القنوات ديت ويقدر يحشي القنوات بالشكل ده، فاقدر اعمل علاج عصب سليم. انا مش عايز اعمل علاج عصب واجي بعد سنه الاقيه باظ، لان لو باظ هضطر اعمل له اعاده علاج عصب. خلينا نتفق بقى ان علاج العصب السليم دلوقتي بالاجهزه الحديثه باستخدام الميكروسكوب الجراحي، باستخدام الحقن، باستخدام الايبكس لوكيتور، باستخدام الفايلز، الايبكس لوكيتور اللي هو بيحدد الايبكس بتاعنا الاخر اللي هو اخر حته في الجدر فين بالظبط. لا ما انا بقيتش علشان طبعا دكتور سنان بقى لنا 15 سنه مع بعض بنعمل حلقات حفظت فخلاص. لا وكمان الحاجه الثانيه المهمه جدا، جتا بيركا الماده السائله هي بقى ان الجتا بيركا نقلناها منها جتا بيركا بتتحط عيدان جنب بعض لانها بتتحقن تحت ضغط، تحت ضغط زي الاسمنت كده اللي بيتحرق اللي هو الطحن اللي هو الضغط اللي هو بتعمله بالحقن. اللي بالحقن ده زي ما بقول لك دي ميزته ان هو بيخش يفتح لي القنوات الجانبيه، فبالتالي اضمن ان السنه بالكامل اتنضفت وبانها اتقفلت، لان انا لو سبت بواقي البواقي دي هيحصل لها تعفن بعد كده وهتعمل لي مشكله. هي دي فكره ان انا استخدم الحقن، دي 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 اهم حاجه فيها. والميكروسكوب دوره مهم جدا. بص بقى في حاجه في طب الاسنان اللي يعني بالعربي كده كل ما شفت اكتر كل ما اشتغلت صح. شايف؟ طيب دور الميكروسكوب ايه؟ تكبير، يخلي القناه اللي احنا اصلا كنا بنشغل بيها طول عمرنا مش شايفينها وبنشغل بيها اسمها تاكتايل سنسيشن، انت بتحس بصبعينك دول انت ماشي وفي ريزيستنس ولا ما فيش، لا انت شايفه قناه كبيره جدا باصص جواها شايف كل تفاصيلها، عارف لو في دبرز لو في بواقي من السن من الانسجه جوه القناه انت شايفها، فبالتالي انت لما بتنظف كويس قوي بتبقى شايف ان انا عندي وول هيلثي وول نظيفه. كل ما انت شايف احسن انا نظفت احسن انا مطمن. هي الفكره كلها فكره ازاي انظف اقصى حاجه، ازاي اطهر كويس جدا، ازاي اوصل لكل الحتت الخفيه بالظبط كده، مفيش حاجه مستخبيه عليا، ساعتها اقدر اعمل علاج عصب سليم 100%. علاج العصب زي ما قلنا هو من اكتر الحاجات اللي بتتعمل في عيادات طب الاسنان، ومن اكتر الحاجات اللي احنا عدناها خلال العشر سنين اللي فاتت دي هي علاجات العصب. ليه؟ لان حالات كتير قوي جايه فيها اربع قنوات معمول منها ثلاثه، حالات كتير قوي شورت، ده في كميه مشاكل مع بعض كده نعد. اول حاجه فايل مكسور، يعني الدكتور هو بيشتغل والله كنت هشخصها لك فايل مكسور تمام. تاني حاجه الجدر هو اصلا مش منظف لاخره، يعني انت لو بصيت اخر الجدر اهو فين انت اصلا فين تنظيفه، انت ما نظفتش. يعني عندي مشكلتين، انك ما شلتش كل الانسجه اللي جوه القناه وما حشيتش كل القناه وكسرت كمان جوه القناه اداه وسبتها كده ورحت مركب مسمار. دي بقى ما دي الكسر ده كارثه، لانه هو يعني الحته دي بقت بقره يقدر دي بقره صديديه. تعالى بقى نشوف بعد الحاله اللي بعد الصوره اللي بعدها، ادي الفايل طلعناه. انت عارف يعني ايه فايل يطلع؟ انت عارف الفايل ده صعب جدا، ده معجزه مش عارف. ده ليه اجهزه معينه بتخش عشان تجيبه، ما انت الفايل ده محصور جوه لازم تدخل. شوف انت جوه قناه بسمك تقريبا الابره، تخيل بقى ان انت بتدخل جهاز ماشي جوه القناه اللي جوه الابره دي
علشان يمسك في الفايل ده ويطلعه. شايف الفايل ده احنا مكبرين قد ايه عشان يبان الفايل ده ما بيبانش، يعني ده حاجه رفيعه جدا. لحظه طلوع الفايل ده لحظه مثلا نزول الانسان على القمر بالنسبه لنا كدكاتره اسنان. انت عملت حاجه يعني انت بتحيي بتحيي درس او سنه محكوم عليها بالفشل ومنعت مشاكل كبيره وعديده هتحصل بسبب هذا، يعني هيحول حياه ما هو في خراج اصلا. انت لو بصيت في الصوره في خراج تحت السن. دي بقى تعالى شاف الدرس اصلا ماشي كده الجدر، وبعد كده هو قرر يروح الناحيه دي. طيب لو انت معكش الادوات السليمه اللي تستخدمها في جدر زي ده هتقفله ازاي؟ يعني هات الصوره بعد، بص بقى الـ 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 القناه دخلت لفت رجعت تاني لفت رجعت تاني. فانت مطالب بحاجتين، انك تقدر تنظف القناه دي بالكامل ودي اهم حاجه. تاني حاجه تقفلها برضو بالكامل. شايف التشعبات اللي طالعه من القناه العصبيه دي من الحقن؟ كل التشعبات دي لو انا ما استخدمتش طريقه الحقن فضل فيها انسجه، الانسجه دي تعمل خراريج جانبيه. يعني الحالات اللي زي كده ممكن الدكتور يبقى محترم جدا واشتغل واجتهد ونظف القناه كويس قوي وقفلها لغايه الاخر، وفجاه يلاقي خراج جنب الجدر. يا جماعه انا مقفل السنه كويس، الخراج ده جه منين؟ من القناه الجانبيه دي. القناه الجانبيه دي بعد الدراسات دي هي اكتر حاجه بتعمل فيلير او بتعمل فشل لعلاج العصب. فلما تحقن وتشتغل بطريقه الحقن فانت قفلت وضمنت ان انت قفلت كل القنوات الجانبيه دي. ده فايل مكسور تاني اهو، ياد الفايلات اهو، واحد تاني اتكسر. هو مش عيب ان الفايل اتكسر، العيب ان انا اسيبه، ان انا اسيبه وما اعرفش اكمله. بص هنا القناه بقى بعد ما نظفنا ودخلنا وطالعه وداخله بجدر واحد، داخله بقناه واحده، بعد كده قسمت قناتين. شايف الفاريشن؟ يعني انت هنا ماشي فاريبيليتي شخص كل بص شخص. بقى الدرس ده بقى الدرس ده خراج اهو كبير تحت ما شاء الله، معمول فيه قناه واحده اللي معموله. تعال نشوف اصلا الدرس ده فيه كام قناه بقى بعد ما الحلقه، يعني الصوره اللي جايه. اربعه، واحد اثنين اربعه ثلاثه اربعه اربعه معمول منهم واحده. عشان كده علاج العصب. وبص الخراج ريليتد ليه، هات الصوره اللي بعدها. بص بقى بعد ما تقفل بص شكله عامل ازاي، والتقفيله واصله لاخر الجدر، والباف سيل اللي الحشو بيبان ابيض قوي. والباف سيل كمان، في سيل قفل نزل قفل تحت القناه نفسها، الحته الاخيره، الحته الاخرانيه اللي هي عامله زي الفوم، عامله زي رجل زي ما يكون رجل شبح كده، عامله زي الفوم كده. دي بتنزل تقفل بقى، تعمل سيل اسمها باف سيل. علشان تقفل وتعزل منطقه سيل الخراج، يعني تقفل يعني غلط، كامل الغلط. فده عشان يتعمل. انت متخيل ما هي السنه اللي جايه دي جايه من عند مين؟ كان عاملها فين؟ عاملها عند حد اجتهد بس مش متخصص. يعني انا اول ما بشوف ده، ما هو لو متخصص يبقى عنده الامكانيات. مفيش حد هيتخصص بدون امكانيات. انت خلاص راجل تخصصت في علاج العصب، فانت بقيت عارف ان انا لو ما عملتش طريقه الحقن هيبوظ مني، لو ما استخدمتش الميكروسكوب هيبوظ مني، لو ما استعملتش الفايلز فائقه المرونه اللي هتساعدني ان انا اظبط كل القنوات بتاعتي هيبوظ مني. يبقى بالتالي لو انا متخصص هعمل ايه؟ هروح اجيب الادوات دي عشان اشتغل بيها. فما تقنعنيش ان انا متخصص وعارف ان من غير الادوات دي هبوظ مني الكيس، ابقى تخصصت ازاي؟ يبقى لازمته التخصص ايه؟ سؤالي انا عايز اسالك سؤال، يعني الحشوات ليها مضاعفات؟ حشوات العصب ليها مضاعفات واحده لو اتعملت غلط. يعني اتعملت مش مظبوط، ما هو كل اللي احنا شفناه ده مضاعفات. يعني كل الكيسز اللي شفنا تحتيها خراريج ومكسور فيها فايل وفيها خراج جانبي نتيجه اللاترال كانالز او القنوات الجانبيه، هي دي مش هو الخراج ده مش سايد افكت، مش ده ناتج من علاج مش مظبوط. فالحشوه لو مش معموله صح هينشا عنها خراج، ممكن اخسر السنه خالص. وخد بالك الاسنان اللي بنخسرها نتيجه خراج ما بنقدرش نزرعها على طول، يعني ما بقدرش اخلعها وازرع. لا ده انا في الحاله دي لازم نخلع وننظف العظم ونزرع عظم ونستنى اما العظم ده يمسك في العظم بتاعنا وبعد كده نزرع. فدخلت في دلمة حتى لو انا عايز ازرع، يعني انا مش بس كفايه ان انا هخلع وخسرت السنه، لا ده انا عيني هخلع وهنظف العظم واعمل له كحت واحط عظم واستنى علشان يعني عشان اعيد بناء اللي بوظه الخراج اللي كان عايش تحت الدرس. فعشان كده نصيحه
علاج العصب اعمله مع دكتور علاج عصب، انا مش طالب منك اكتر من كده. اللي انا عايز اقوله بقى ان احنا مش بنروج لعلاج العصب عندنا، لا احنا بنروج متخصص. احنا بنروج لعلاج العصب عند المتخصصين يعني حضرتك بمنتهى البساطه عايز تعمل علاج عصب شوف دكتور متخصص او مركز يبقى عنده دكاتره متخصصين في علاج العصب فانت دور بس، لكن ما تروحش تعمل علاج العصب بالذات، لان بقول لك اكتر حاجه عدناها اخر 10 سنين هي علاجات العصب الخاطئه. انت شايف اصلا في الصور تقريبا ما فيش صوره انا جبتها لك كانت علاج عصب سالك، يعني كله بعيد. ده انا هقول لك حاجه، يتربع علاج العصب الخاطئ بمشاكله على عرش الثقه الغير جيده بين بعض الناس وبين طب الاسنان بالظبط. هو بتبقى عنده الباد اكسبيرينس او التجربه السيئه اللي عنده، هي انه راح عمل علاج عصب وفضل موجوع او باظ او اتخلع، يعني حصل له مشكله نتيجه انه عمل علاج عصب غلط. امتى تقرر ان احنا نعمل لها كراون؟ امتى نعمل تجميل بقى؟ ده ما فيهوش قرار، لا احنا امتى نعمل كراون؟ اي سن اتعمل لها علاج عصب لازم يتعمل لها كراون. أيوة. عشان برضو الناس ايه بيقوم عمل علاج العصب فخف يقول لك انا كده خفيت وزي الفل خلاص بقى. طيب الدرس بيفقد حاجتين، او السن بتفقد السن او الدرس اللي بيتعمل لهم علاج عصب بيفقدوا حاجتين مهمين جدا. عشان كده احنا برضو ما بنعملش علاج عصب عمال على بطال، احنا بنعمله لما يبقى السن خلاص محتاج علاج عصب. بتفقد واحد السوائل اللي جوه النسيج بتاعها فبتنشف فبتبقى عامله زي الازاز فبتبقى بريتل قابله للكسر، ادي واحد ما بيبقاش فيها ريزيلينس، ما بيبقاش فيها ما بتبقاش ريزيلينس دي اللي هي ما بيبقاش فيها امتصاص للصدمات والمرونه تمام كده، فبتفتقد لده تمام. تيجي حاجه تانية بقى، هم اكتشفوا في بعض الابحاث الحديثه بتقول ان تحت الاسنان في ريسبتورز، الريسبتورز دي زي عارف الفرامل بتاعه المصعد لو وقع يوم ماسك مستقبلات. لما انت بتاكل حاجه ناشفه مره واحده ايه اللي بيحصل؟ بتعمل ايه؟ تفتح بقك مره واحده صح كده؟ يعني لو بذر الجوافه جت او حاجه ناشفه بتاكل طبعا تفتح مره واحده. الريسبتور انت ما عملتش حاجه، هو ريسبتور ارى ان في فورس او في قوه قويه جدا نازله على السنه هتكسرها الحق افتح. الريسبتورز دي لما بنعمل علاج العصب ما بتبقاش موجوده، فممكن وانت بتاكل حاجه ناشفه قوي ما تقفش فتكسرها. يبقى انا هنا مطالب ان انا احط كراون ل عملت علاج عصب ماكسيمم اسبوع 10 ايام اسبوعين اكون مركب طربوش على السن عشان احميها. فهنا الطربوش مش امتى اعمله امتى ما اعملوش، لا انا هعمله. يعني امتى هضطر اعمل طربوش؟ لا اي درس اتعمل له علاج عصب انا بعمل فيه طربوش. حشو العصب هذه هي المناطق البارده في التعامل ما بين الجمهور وما بين طب الاسنان، هذه هي المنطقه الاولى ربما الذي يذهب فيها مراهق الى دكتور السنان اول مره بقى صح اول تعامل مساء الخير انا بخبط اهو داخل عندي 16 17 سنه 15 سنه جاي اعمل علاج عصب. لاما التجربه تبقى جيده ويحب المريض، لاما التجربه تبقى سيئه ويكره المريض. وعندنا المريض في مصر عنده عيب وده موجود في العالم كله، عيب التعميم، لغاية لما نخرج من عقله أو نخرج من عقله هذا التعميم وننقله إلى عالم التطور اللي موجود في كثير من المنظومات المتطورة اللي ماشي على الأسس السليمة لصناعة تيم في عالم طب الأسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا المجال الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي من برلين، وطبعا الصديق والزميل العزيز نورت الناس الحلوه وابدعت دكتوري الغالي حبيب قلبي خليكوا دايما مع الناس الحلوه.